لكم مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامجكم بين الشوطين اللي يأتيكم من الساعة 12:30 للساعة 2:00. يمكن تأخرنا دقائق بسيطة لكن إن شاء الله راح نعوضها من خلال وقت الحلقة اليوم. موضوعنا اليوم موضوع متشعب لكن راح يختص بشيء معين وهو ختام القسم الأول من دوري فيفا لكرة القدم. راح نتكلم كتقييم شامل لهذا القسم، كيف شاهده الجمهور وكيف شاهده محللين الفنيين بجميع جوانب، الجانب الفني وأيضا الجانب التحكيمي راح يكون له دور مهم من خلال هذا الاستديو وهذا البرنامج. وأيضا أعتقد الجانب التحكيمي كان ألقى بظلالة على القسم الأول من دوري فيفا. ضيوفي وضيوفكم اللي تواجدون معي داخل البرنامج اليوم طبعا أبو علي الكابتن محمد كرم، حياك الله أبو علي. وحيك صبحكم الخير، صبح على المشاهدين الكرام. جاهز أبو علي حق التقييم؟ جاهز حيل. جاهز حيل، كنا متروس الكلام عند أبو علي. لأول مرة في برنامج بين الشوطين، أكيد يشرفنا وينورنا، وأول مرة يمكن الجانب التحكيمي نستضيفه عندنا داخل هذا البرنامج، اللي ما مثل ما قلنا الجانب التحكيمي ودوره المهم خلال دوري فيفا خاصة بالقسم الأول، حكمنا الدولي السابق والمحلل الفني في القناة كويت سبورت كابتن ناصر العنزي، حياك الله أبو بدر. الله يحييك، صباحك الخير أبو إبراهيم وعلى الأخوة الحضور وعلى الأخوة المشاهدين، ونتمنى تكون يعني حلقة مميزة ونوضح بعض الأمور نغامض للشارع الرياضي. اليوم مو استوديو تحليلي، اليوم برنامج، يعني تأخذ راحتك بالكلام. الله المستعان. الله المستعان. والجهراوية شنو ماخذين بخاطرهم عليك؟ الله يعينك على كرم الليلة. والله على كرم ولا جهراوية، يعني عينين في رأس واحد يعني. حبيبي أبو بدر. أيضا الجانب الآخر في اليوم برنامجنا أخونا أبو أنور الكابتن خليل بلام، حياك الله أبو أنور. صباحك الله بالخير، صباح على الكباتن والسادة المشاهدين، حياك الله. الله يسلمك. أبو أحمد الكابتن محمد دهيليس مدرب نادي السالمية السابق وأيضا المحلل الفني في قناة كويت سبورت، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك إبراهيم، صبح عليك صبح على أخوان الحضور على السادة المشاهدين. تقبل الله طاعتك. منا ومنك صالح الأعمال يا أبو إبراهيم. شلون عمره؟ الحمد لله. لحقت على مباراة السالمية عاد؟ لا والله يا أبو إبراهيم، حنا كنا وراح يدعي. طبعا في البداية نحب نبارك لنادي السالمية حصولهم على بطولة سمو ولي العهد، نبارك لمجلس الإدارة، للجمهور، للاعبين، للأجهزة الفنية والإدارية على رأسهم الشيخ تركي والشيخ يوسف والمحمد وأخوي أحمد عايض، وأبارك طبعا ان شاء الله اللي ان شاء الله يكون مستقبله باهر اخوي سلمان عواد، وهذه اول بطوله تاريخيه تسجل باسمه على استاد جابر. اللاعبين الابطال اللي اثبتوا يعني من الموسم اللي طاف الموسم هذا انهم لهم بصمه واضح، كان تاثيرهم في المباراه، تعاونهم مع الجهاز الفني والاداري، روحهم ورغبتهم في الانتصار تكللت بالمجهود، ونحمد الله. يعني احنا كنا وياهم العام لكن شفنا فرحتهم السنه هذه، وحنا كنا اسعد يعني من اللي كانوا موجودين. قلبك معاهم. وقلبنا معاهم، الله يوفقهم ممتاز. وان شاء الله نشوف سلمان في تطور والفريق ان شاء الله في ازدياد، والبطولات القادمه ان شاء الله يحصدون ان شاء الله. ممتاز، انا اعتقد هذه روح رياضيه عاليه، يعني الكابتن محمد دهيليس واحد كان من المرشحين واعتقد لا زال من المرشحين، هذا بعلم الغيب، لكن بقلبه مع نادي السالمي وهذا الشيء اكيد يحسب له. اخيرا وليس اخيرا العضيد الكابتن تامر عناد مدربنا الوطني، ابو عذبي وقت طويل ما شفنا بعض. حبيبي يا ابو ابراهيم، اصبح عليك واصبح على الكباتن الكبار، اصبح على الساده المشاهدين. جاهز للتقييم اليوم؟ جاهز. دزيت لك انا اليوم ايه. عشان نحضر. اي عندنا ابو علي وعندنا ناصر. علي راح نركنه شوي. ريحه ريحه. في لوبي بيصير عليك ابو علي. والله كان زين يريحون من الساعه 6 ماخذين قام. قاموا يستغلوني ترى بدون شو اسمه ترى النجوميه بدون مغامره. لا هذا مو صح. وين صورت اليوم ابو علي؟ اليوم والله بعد في مال ذكر مباراه ذاكره المباراه ذاكره النجم وايد طلال مباراه من الذاكره وايد ترى طلال والله من كثر البرامج ابو علي ما شاء الله قام الله يزيده بنريح تبي تريح بس حسين ابو علي نجم ومطلوب ترى ينحرج نعمة. ينحرج ابو علي ما يحب لا نعمة اقول يلا الحمد لله تستاهل بعد تستاهل كل خير يا ابو علي بس كبرنا على السهر وهذا
لا لا ان شاء الله على الشغل لسه شباب يا ابو علي كلك شباب. مثل ما قلنا حديثنا راح يكون عن ختام القسم الاول من دوري فيفا ونظره شامله. اللي حاب يشاركنا اكيد في اكاونت البرنامج في تويتر BSKTV3، وايضا اللي حاب يتصل هذه ارقام الهواتف واضحه معانا على الشاشه. تقييمكم، راح نتكلم فقط عن القسم الاول من دوري فيفا لكرة القدم. قبل لا ندخل في تقريرنا أبو علي، أخوي العزيز طلال برجس مخرج البرنامج يعني فاجأنا، يمكن حتى أنا أبو عذبي يمكن كلمنا نتكلم الحين عن دوري فيفا، كان يقول محمد أبي أتكلم عن بيرلو. شاب الطارية إيطالي إيطالي يعني أنا بتكلم اليوم عن بيرلو، أنا مجهز تقرير مادة وهددنا عليها وهدد أبو عذبي. فبيرلو واحد من نجوم الواحد وده يشوف، ما عنده سالفة، ما عنده سالفة، لا يا ابو هني انجليزي ما يقول له سكولز يقول لك والنعم ما تشوف ولا بطولة. خلينا نشوف المادة عن بيرلو الإيطالي الأنيق. يعني انت تكلمنا عن ايطالي وانا اشجع ايطاليا، يعني هذا اخر النجوم المتعه في الدوري الايطالي، يعني الموسم اللي فات مع اليوفي ومع ايطاليا، يعني هاللاعب يمكن حتى تقرير تكلم وانت تكلمت قلت انيق، يعني اعتقد انيق بكل المجالات حتى بشكله ستايله بستايله في طريقه اللعب اللاعب اللاعب الوحيد بايطاليا المحبوب من جماهير ايطاليا، وانت تعرف الجماهير متعصبه في ايطاليا، مثل انتر وميلان واليوفي، مثل الثلاثه الاقوياء في ايطاليا. فاعتقد له كانت له بصمته في كل فريق طبعا، وله مكانه خاصه في قلوب جماهير ايطاليا، وخاصه في قلوب جماهير الانديه اللي يمثلها. كان هو اخر مثل ما قلت لك، هو توتي وبوفون اخر نجوم المتعه، واخر نجوم كاس العالم اللي اخر نجوم المتعه في ايطاليا. اي طبعا قلت لك انا في ايطاليا، في ايطاليا ما في دوري ما في متعه، فمسوي متعه شوي. لا بالعكس، هذيل ستايلهم برازيلي ابو علي، يعني توتي معروف، يعني توتي يعني يقول من اللاعبين المهاريين، وبيرلو من افضل اللاعبين اللي يلعبون الكرات الحره، واحنا شفناه بتقريركم، وحتى بوفون، يعني بوفون بس انا الواحد اللي شويه ماخذ خاطره انه مثل هاللاعب هذا او توتي او بوفون ما يكونوا من ضمن العشره في الاختيار مرشحين لافضل لاعب بالعالم. بس اشك في ايطالي هذا،
في ايطاليا يكسر الخاطر ما يصير. اي صح صح. ايطالي مهاوشتي لازم، هذا يكسر الخاطر مو ايطالي. وانور ولا جائزه حق بيرلو. انا اقول لك يعني لاعب بهذه القيمه وما ياخذ جوائز. لا تكلمت عن بيرلو، تكلم عن المايسترو. الامانه عن الاناقه في اللعب. نعم. يعني لاعب نص يقطع الكره فن يواصي ولا احلى، لكن هذا اللاعب انا اعتقد هذا اللاعب مظلوم اعلاميا. الامانه انظلم اعلاميا مثل ما قال ثامر، انه ولا مره من العشره لاعب ينتقل من الميلان يروح اليوفي وياخذ الدوري اربع سنوات متتاليه، لان الميلان قالوا ان هذا كبر ونجدد لك سنه، قال لهم سنتين، قالوا لا لك سنه توكل على الله، وراح اليوفي واربع سنوات ياخذ البطوله. هذا يعطي مؤشر او انديكيت حتى حق اللاعبين ان اللاعب ما يقاس بالعمر للامانه. يعني بيرلو ضرب مثال ان اللاعب ما يقاس بالعمر، يقاس بالعطاء. فعلا مايسترو. نعم. وانا اعتقد ان هذا الرجل ظلم اللاعب، ظلم ظلم إعلامياً. نعم. ظلم اعلاميا. نعم. محمد انور البلام الحين متشقق بتقرير قاعد. ها اي عيالي انا كلهم ايطاليا. ايطاليا عجبهم كلهم ثلاثة. ابو احمد طبعا بيرلو لاعب ستايله يعني وضعه في داخل الملعب كمدرب، يعني مدرب لما تشوف اليوفي قبل لا يجي بيرلو، اليوفي يلعب اللعب المباشر، لما جاء بيرلو قام ينقلون من الحارس لبيرلو ويتحركون المدافعين، ولا زالوا يطبقون الطريقه هذه انهم ينقلون من الخلف، البناء ساعدهم في البناء، لاعب متمكن يراوغ المساحات القصيره ويلعب الباص القصير ويسلم ويستلم والباص الطويل. فوجوده كان مع اليوفي انا اشوف انه طور من اداء اليوفي خصوصا بالاربع سنوات الاخيره. وخساره يعني ما نشوفها في دوريات يعني مثل انجلترا او في اسبانيا. خساره خساره كبيره. ابو علي ولا مالك بيرلو والدوري الايطالي انت ما يحب الايطالي بس نجم انت تتكلم. لا لا هو بيرلو نجم بس انا يعني وجهه نظري ان الكره كره القدم متعه، فانا اعتقد الطريقه اللي يلعبون فيها الطليان تقتل المتعه، تقتل المتعه. يعني الطريقه اللي مو الاحترام يكون بعد عنده ولا وجهه نظر لانه لا لا صح صح. بس انا اعتقد انه يعني عندهم النتيجه وعندهم دوريهم صح اهم صح من الاداء يعني عندهم بيرلو والدفاع هو بيرلو يعني كقيمه. لا لا لاعب بعد صراحه يعني بس لكن انه بتختار من يعني افضل لاعبين على مستوى العالم اعتقد صعب شويه صعب بين ايه صعب بالفتره هذه وحتى الفترات السابقه انه كانوا في نجوم يعني خاصه الفترات الاخيره يعني حتى قبل ميسي وقبل الامور كانوا في لاعبين رونالدو البرازيلي زيدان رونالدو يعني البرازيلي كان موجود ماخذ كان ماخذ الاجواء ماخذ الامور هذه فاعتقد لكن طيب. هو كلاعب اكيد مستوى وطبعا لاعب يعني له تاثير في بالفريق يعني كره دائما نقول صح علي يخدم الفريق علي احنا نتكلم لما نقول خلى من المرشحين العشره العشره يعني الحين فتره حتى الاختيار الاخير ما في اي شيء من ايطاليا صح. يعني هم هذا ظلم يعني صح صح وهم واصلين نهائي اوروبا يعني نهائي دوري الابطال يوفي وهو وياهم على الاقل بوفون انت من العشره خلينا نعم. متحمس حق ايطاليا لا يعني انت يعني انا مثل يميل مثل الدوري الانجليزي لكن ما تظلمهم مثل ما قال من العشره موجودين ولا واحد لا ما يصير زمن الدرجه زمن برشلونه زمن برشلونه خلينا نكون عاد حقانيين ما نبي الاول نبي من العشره يبي يصير حقاني نكون حقانيين. محمد الجسار يقول محمد ما تقرا تغريداتي انا محاربك. لا تحاربني يا ابو خلاص صاحب ابو ابراهيم. احد الاخوان قد ساوي يقول السلام عليكم يمسي عليكم بالخير وبدر المطوع حرام يلعب بالدوري الكويتي ويا ريت الراهل الحضور. احد الاخوان يقول ناصر العنزي والله ايام القدساويه ايش بينك والقدساويه راح نشوف. احمد لوهيب يقول بالقسم الاول السالميه الافضل فنيا مدرب خيطان له لمسات جميله تطور في مستوى الساحل في حيل وخيطان. اخونا قرناس يقول محمد كرم والله ملح البرنامج وحلاوته مشكور تعبه طيب يشكر هذا. خلينا ناخذ اول تقرير خاص في دوري فيفا وبعد التقرير راح نتناقش بشكل اكبر. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هكذا جاءت محصلة القسم الاول من دوري فيفا لكرة القدم دون ان تشهد مفاجآت او خروجا عن المألوف. فالعميد حامل اللقب السلمية الوصيف والقدسية ثالث الترتيب في واد وبقية الأندية في واد آخر،
وفرض المنطق أحكامه على النصف الأول من الموسم، فالعميد رغم تراجع المستوى رفع لافتة للخسارة ليعتلي القمة بجدارة وليحافظ على صدارة الترشيحات لنيل اللقب للموسم الثاني على التوالي، معولا في ذلك على اختصاص حصد البطولات المحلية المدرب المحنك الجنرال محمد إبراهيم وكتيبة من المحترفين والمحليين إلى جانب النجوم الواعدين. ويقف السالمية على أرض صلبة في صراعه مع الأبيض على الصدارة باعتباره أول بطل يخرج للنور هذا الموسم بحصوله على كأس سمو ولي العهد بعد غياب دام ل15 عاما، وهو التتويج الذي منح الفريق ثقة كبيرة للذهاب بعيدا في صراع الحصول على لقب الدوري مع مدرب طموح فرض بصمته سريعا مع الفريق وهو الوطني سلمان عواد. أما القادسية فطبق مقولة وافق الخطوة يمشي ملكا، فرغم كل العراقيل التي يعاني منها هذا الفريق سواء مالية أو إدارية، لكنه يبقى من المرشحين الكبار لنيل اللقب، وخير دليل على ذلك تربعه على الصدارة لفترة طويلة خلال القسم الأول. ولا يختلف اثنان على أن صراع الصدارة أصبح محصورا بين الثلاثي المذكور الذي فرض أفضليته على الجميع، حتى أصبحت دائرة التنافس مغلقة في ظل اتساع فارق النقاط مع البقية وعلى رأسهم العربي الذي كان الحلقة الأقوى في هذا الصراع بالموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة، لكنه خالف كل التوقعات في النسخة الحالية التي يكافح فيها لتجنب فقدان المركز الرابع الذي يزاحم عليه فريق كاظمة رغم تذبذب نتائجه في الجولات الماضية. في حين جاءت نتائج الجهراء هذا الموسم حدث ولا حرج، فالفريق أصبح فاقدا للهوية الكروية كما تخلى عن الروح القتالية التي كانت تميزه في المواسم الماضية وتضعه في دائرة صراع الكبار. ولكن يبدو أن الهزة العنيفة التي تعرض لها الفريق إثر أزمته الشهيرة مع الحكام في مباراة خيطان بكأس سمو ولي العهد أرهقته كثيرا وأفقدته الاتزان. وبعيدا عن صراع الكبار، فإن منطقة الوسط تشهد تألقا ملحوظا لفريق خيطان الذي يراه البعض الأحق بلقب الحصان الأسود خلال النصف الأول من الموسم الحالي، كما خطف الأنظار أيضا فريق الفحيحيل مع مدربه التونسي حاتم المؤدب. يعني هذا التقرير اللي شفناه تقرير أنا أعتقد مفصل واحتوى على أكثر من جانب. وعلي إذا بتكلم في بداية الأسئلة، لما تشوف الترتيب العام الحين في نهاية القسم، وأعتقد عندك الترتيب العام وإذا أنت بتشوفه هذا الترتيب العام. لا الأربعة الهوان نعرفهم. تقييمك؟ شوف طبعا أنا مو متابع كل مباريات الدوري بشكل عام، بعض المباريات، لكن أنا وجهة نظري أن المستوى أقل من المتوسط. المستوى الفني؟ إيه المستوى الفني نعم. لجميع الفرق؟ لجميع الفرق. وفي أمور ثانية أنا راح أقول لك إياها ليش المستوى الفني. طبعا أول إحنا أول تحط اللوم على الاتحاد بشكل عام وبشكل خاص لجنة المسابقات على نظام الدوري، على الأمور الكثيرة اللي صارت اللي خلت الدوري يعني بهالمستوى هذا. أمانة يعني أنا أجيب لك مثال بسيط، يعني آخر مباراة، خلنا نرجع نبتدي من الأخير، من آخر مباراة يلعبون الساحل والشباب، الساحل والشباب آخر مباراة لهم نتيجة 0-0، نتيجة سلبية. لو نقول تعادل 3-3، 2-2، 4-4 نقول أوكي، تقول ما يخالف، لكن على شنو أنتوا متحفظين أن المباراة تطلع 0-0؟ يعني كمثال هذا أنا أجيب لك، يبين هذه المباراة تبين شنو مستوى نتيجة عادية بأي مباراة أن تكون 0-0. الساحل شنو بيخسر ولا الشباب شنو بيخسر أنه يطلعون النتيجة؟ على الأقل أنت نازل الملعب تعرف لا في صعود وهبوط وما تنافس على بطولة الدوري، هي ألعب أتمتع، ماكو جمهور أمتع نفسي، أمتع الكم واحد اللي قاعدين يطالعون المباراة.
يعني انا تفاجات يوم النتيجه ما شفتها. شو اللي بتوصل بهذه النقطه؟ اقول هذا المستوى اللي قاعد يصير، يعني انه ماكو صعود وهبوط ومسجد مساوات قتلت الدوري. يعني شوف مباراه مثل هذه، يعني ممكن الفريقين اللي متصدرين، نتكلم احنا عن الكويت والسالميه اللي هم اذا لعبهم يكون يصير تحفظ، ما يبي يخسر المباراه لانه يبي ينافس على بطوله. لكن الساحل والشباب ما عندهم شيء يفقدونه، ما عندهم شيء يفقدونه. اوكي، على الاقل تمتع، متع الناس الموجودين، متع نفسك. غير موضوع الساحل والشباب، هذا مثال انا يبلك لي بشكل عام هذا مستوى الدوري اللي عندنا. وانا احمل الاتحاد سبب هذا المستوى الهابط لمستوى. ليش تحمل الاتحاد؟ نظام دوري الدمج. تسجيل 40 لاعب عدلوها الحين 40 لاعب وقاعدين على المدرج. يعني انت لما تقول لي انا اكرر الحين وحين، لان انا اشوف غلط. هذه النقاط لازم يتغير. هذا 40. بعدين الشغله الثانيه دوري التحاط العدد، وتبي تلعب دوري رديف. لان انا اقول لك سالفه، احنا الشيء بشيء يذكر، يعني اناقش واحد من الاتحاد يقول احنا حاطين هذا الدوري لان في في الاتحاد الاسيوي مسابقه 23 هذا. قلت له شنو التفكير؟ تكفى لا تنرفزونا. قلت له انا اول ما دشيت النادي 74 دشيت النادي، لعبت مدرب انجليزي شافني اسبوع اخذني على طول درجه اولى، ما خلاني لا العب براحه سنه ولا شيء. لعبتين ثلاثه اخذني بروتش، اذا ذكرت تاريخ الكره الكويتيه من افضل مدربين مروا على تاريخ الكويتيه بروتش، نقاني المنتخب. دشيت الوقت شنو عندنا؟ بطوله الشباب، بطوله اسيا للشباب تحت 19. اي بوصل الحين هذه النقطه المهمه اللي مربط الفرس تحت 19 سنه. دشيت المنتخب فتحي كميل، سعد الحوطي، سعود ابو حمد، نان عبد الله، محبوب جمعه، عبد الله معيوف، سند سيحان، جولد، كلهم يلعبون درجه اولى اقل من 20. كلهم اقل من 20 بس يلعبون درجه اولى. انت عند اوكي اكو مسابقه 23 عندك، خله يلعب مع الدرجه الاولى، ولي صارت المسابقه اختار اللي اعمارهم وافضل لك، يقدم لك اذا محتك مع الدرجه الاولى. وليش وليش دائما تقارن الزمن لا لا الحين انت لاعب عمره 19 يلعب مع الدرجه الاولى ولا يلعب مع تحت 19، ايوه يعطيك اكثر درجه اولى. اللي يلعب درجه اولى محتك اكثر. نفس الشيء سوى. ليش انك تقل ان ليش في 23؟ يعني هذا كلام. طيب. يقوله هذا كلام ينرفز يا اخي، خله يلعب درجه اولى وليه بغيت صارت بطوله 23 اخذ من درجه اولى، نقل صغار ولا محتك مع درجه اولى وخليه يلعب بطوله 23. ممتاز. ولا تحت 19. شنو هالتفكير؟ معلي لغول ما تفكيري نرفز. رد هذا رد واحد من الاتحاد يقول لي هالكلام. يقول والله عشان في مسابقه، ايش عليك مسابقه؟ خليه يلعب درجه اولى. بس عشان بس ناكد هذه النقطه، اخونا احمد ويله ذاك اليوم اكدها، وهم عشان نوضح اكثر يوم الغد ان شاء الله حلقتنا باكر راح يكون ضيفنا اخونا احمد دويله رئيس لجنه المسابقات على مثل هذه المواضيع والنقاط اللي لجنه المسابقات تحتاجها. ايت بوانور على موضوع يعني ابو علي يقول المستوى الفني بشكل عام هابط. صحيح. ويحمل الاخوان في انا بضيف انت نفس الراي. انا بضيف على ابو علي بعد نقطه. يعني تتفق ان المستوى الفني هابط طبعا جميع الفرق؟ طبعا. انت تظلم فرق؟ لا لا ما اظلم. انت لما تقيس الدوري الكويتي تقيسه يعني الدوري السعودي ولا الدوري الاماراتي ولا لا. كلامه صحيح، بس انا اقول لك شغله، انت قاعد تظلم السالميه، تظلم لا انا اجيك انت عاد لا ما نبي نصير احنا نتكلم الاغلب يعني الاغلب يعني تنادي ايه؟ ناديين و12 مزينين تقول لي المستوى العام. انا اتكلم عن المستوى العام يصير يعني لا بس انا اللي بزيد شوي عن ابو علي، انه يمكن احنا واحد يطلع لي يقول لي قانون وما قانون، لكل قاعده استثناء. اكو دوري يا ابو علي يا الاخوان، اكو في العالم فريق يطلع باي اسبوع ما يلعب؟ صح. عد التضامن وانسحب. انسحب اطلع برقان. لا تقول لي قانون وسنتين. هذه لائحه داخليه استثني، يعني لجنه المسابقات تقعد ترفع تقريرها حق مجلس الاداره. زين اطلع برقان بتقول لي في قانون انه لازم سنتين ولازم كذا. انا الحين في ظرف يعني اكو دوري انا العب واقعد اسبوع دوري حاط اسبوع يعني اسبوع حاط ايدي على خدي. شنو المشكله بنور؟ شنو المشكله يعني؟ شنو مشكله عويصه؟ شنو تخيل انت اسبوع كامل انت ما تلعب؟ اي شنو شنو المشكله؟ كل فريق ما يلعب اسبوع. اي بس غلط يعني انت غلط يعني اكو دوري في باي
هيجوز لا الحين يبى بس الطريقه يبى بالطريقه يعني انت قاعد نادي مش منشهر وياخذ ميزانيه وشيء ما يشارك بالدوري هذا يا هو غلط عليه هو اقول لك انت بعد فريق انت قاعد تقتل مسابقتك شنو على كيف انسى لا لا انت انا اللي اقصده ان انت قاعد تقتل المسابقه يعني انت تخيل فريق اسبوع باي وعنده لعبه الاسبوع الثالث يعني بعد 10 ايام يلعب زين هذه حساسيه اللاعبين على الكره الدوري شقال زين لا متى المدرب يدربهم اسبوع لكن على على كل الفرق يعني ما هو فريق واحد ما يخالف أدري انا ادري ابراهيم نادي بشير صار له 40 سنه بس انت 40 سنه صار له بشير بعد 40 سنه عنده مشاكل اداريه وين الحل 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 قلت لك الحل اطلع بركان بتقول لي والله النظام الاساسي يقول لازم سنتين يلعب عشان اصعده استثنيه هذه رايحه مسابقات يعني انت تسويها يعني انت اللي قاعد تسويها اي بالجمعيه العموميه ترى انا عندي ظرف نادي التضامن ما راح اشارك راح اطلع برقه شو المشكله على هذه النقطه ان المستوى الفني بشكل عام انا هذه وحده زين انا دورينا شكله شكل الدوري القاتيه انسحب انور ايام العم الفارس وهم صارت فيها راحه ما سمعنا هالحكي يعني القادسية انسحب اي نفسها انت ابو علي قال لنا قبل يعطي امثله صح ابو علي صح تيك ظروف تيك ظروف قاسية نفس انسحاب تضامن القادسية انسحب مع انا ادري يعني يعني اللي صار اول صحيح عشان لا انا قصدي اللي عاديه اللي تمشي لا 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 القادسية انسحب صارت له مشكله مع الاتحاد اي انا هو اما نادي بشير صار له رسالة ما عنده لاعبين علي احنا نتكلم على انسحاب خلي المشكله او السبب ما عنده لاعبين انا الحين انا قصدي بس عشان ان دوري عشان بوعدبي على على نقطه بوعدبي ترى هي يعني استثناء بالنهايه يعني القادسية زين ما هو شيء دوري ايوه ذاك اليوم انا ما عندي انديه زين انا اقصد ان شكل الاطار العام للدوري مشوه هذا واحد اثنين الدوري انا اشوفه السنه صار فيه تغيير مدربين بدري وايد يعني نادي القادسيه غير مدربه نادي السالميه غير المدرب نادي العربي غير المدرب زين هذه بعد مؤشرات زين ان التحضير ما كان زين التحضير للبطوله بالضبط التحضير ما كان زين قبل لا ندخل في نقطه المدربين انا باخذ اول شيء بس نظره عامه بعدين راح ناخذ بعض الفرق بتفاصيلها ابو احمد انا بعطيك تصنيف سويته انا شفت الجدول ممتاز وصنفت يعني المستوى العام للدوري الكويت السالميه القادسيه يتنافسون على المراكز الثلاثه الاولى نعم. يعني القسم الاول واضح انهم يتبادلون المراكز العربي وكاظمه راح يتنافسون على المركز الرابع وممكن انا اقول لك العربي ممكن يدش طرف في المنافسه اذا صح يعني واصل الانتصارات وتعرقلت الفرق اللي فوقه ممكن يروح الثاني الثالث بالضبط. ممكن يحسن مستواه الفحيحيل وخيطان الساحل والصليبي خات فحيحيل وخيطان 13 الساحل 12 11 هذول ممكن يروحون للمركز الثالث اللي يعطيك افضليه في في كاس الامير وكاس ولي العهد انك تدش على طول دور الثمانيه التفادى الادوار التمهيديه الاربع فرق اللي تحت اللي هي الجهره اليرموك الشباب النصر قاعد تتصارع على القاع الهروب من القاع هذا اللي شفناه احنا حاليا الثبات في المستوى انا قاعد اقول الكويت قاعد ياخذ يفوز انتصارات مو مقنعه لكن روح هويه البطل موجوده فوز غير مقنع للكويت اي اخر اربع مباريات الكويت غير مقنع كاداء بس قاعد ياخذ بهويه البطل لما يجاري الفرق الصغيرة ياخذ الانتصار السالمية والقادسية انا اتوقع ان القادسية يمكن مباراة الكويت هي الكبوة لهم لكن كمستوى فني هم الفريقين اللي قاعد يقدمون افضل مستوى كاظمة هو الوحيد اللي صراحة يوهمك مباراة يعني تتوقع انه فايز فيها تشوف كاظمة متعادل او خسران اللي لازم نشيد فيه اللي قبل شوي ابو علي قال على موضوع ان ابي لاعب من 19 او يصعد فوق يلعب فريق اول خيطان الكل شاد فيه صح. فهد مطيري المدرب اللي موجود اللاعبين العناصر كلها شابه هذول من العام يصعدون من تحت 17 و19 يغذلون الفريق الاول استمروا السنه هذه مشوا الفريق الفحيحيل عندهم لاعب يمكن تفاجئوا انا لما شفت الهدافين سالم الهاجري لاعب فحيحيل شو في هذا نعم سالم الهاجري مسجل 6 اهداف اي نعم والشيوخ فيه كمستوى نعم صحيح تدري كم مواليده سالم الهاجري مواليد 97 يعني سالم الهاجري عمره 17 سنه سالم الهاجري العام وقبل العام كانوا يعدونه ويصعدونه فريق اول من افضل المهاجمين اللي موجودين الموسم هذا بالاضافه الى ماوي جابوه اعاره لما قال لك ابو علي 40 لاعب اخذوا لاعب من القادسيه ما له فرصه يلعب جاب الفحيحيل تالق فواز الهاجري لاعب اولمبي فواز الرشيدي الفحيحيل
برز وقاعد يؤدي يمكن اخر مبارتين هو افضل لاعب موجود. هذا انا قاعد اقول لك في سلبيات موجوده بس اللي استفادوا كاداره في حين صالح المجروب والاداره اللي عملوا انه قالوا نصعد من بعد 2012 قالوا بنصعد وصعدوا واثبتوا يعني للعالم يعني لما تقول لي انا نعم. قاعد اشوف خيطان. واضح طيب. قدامي الخطه انها نجحت نعم. والفريق قاعد ينافس الحين خيطان نفس الشيء العام صعد السنه هذه يقارع القادسيه والكويت صحيح. ويؤدي احسن مستويات والكل يشيد بلاعبينه اليرموك قاعد يقدم مباريات طيبه ابو عدبي انا بشكل عام احنا بشكل عام يمكن ابو احمد دش شوي يعني الموسم اللي فات شنو الفرق بين الموسم اللي فات والموسم هذا في رديف في 45 لاعب دمج نعم كان الموسم اللي فات انه دوري شب يعني كنا نتابعه كان العربي خلانا نتابعه وجمهوره قوه القادسيه قوه الكويت السنه اختلف ان الفرق الصغيره قامت تعطي نفس ما قال اداره الفحل اشتغلت اداره خيطان اشتغلت عشان كذي العالم تقول ما شافت الكويت شخصيه البطل هبوط مستواه بس ياخذ ثلاث نقاط وهذا شخصيه البطل قادسيه رغم المشاكل ورغم هذا يكون منافس قوي السالميه من المفروض تعطيه حقه هو افضل فريق يلعب كره فريق ينافس على الدوري وخذ وبطل كاس ولا افضل فريق طبعا كنتيجه واداء اداره اشتغلت وفريق منافس على الدوري وبطل كاس ولا احنا مجمل القسم الاول نفس ترى انا بوجهه نظري يمكن ابو علي حتى ابو علي يقتنع وياي حتى لو ما تسوي درجتين منو كان ينافس خلها درجتين مو دمج كويت القادسيه 10 سنوات كانوا ينافسون على بطولة الدوري صح؟ احنا لما سويناها دمج العام العربي ينافس السنة السالمية دش طرف نافس صحيح ففي سلبيات في انا ضد الدمج انا واحد من الناس من اسباب تركي التدريب الدمج صحيح. لما مع صاحب انا واحد من الناس كسر واسي ما في منافسة كنت انا بالممتاز والسادس وصلت الرابع وصلت الرابع وكانت عندي فرصة اني اوصل بطولة خارجية لما صار الدمج انا ابو علي انكسر واسي خلاص بس انا قاعد اقول لك فيها سلبيات فيها ايجابيات تكلم اسمه احمد هو الاتحاد حصل الاتحاد احنا ايش مشكلتنا على الاتحاد ابو ابراهيم احنا مشكله الاتحاد ما يفكر بالنادي افكر شلون اقوي منتخب شلون اسوي منتخب انت صدقني لما تشيل 40 لاعب تشيل الرديف وتشيل 40 لاعب هذول ال 40 لاعب هذول مو قاعدين على المدرج مع العربي ولا صح مع صح احنا يقول احنا العربيه يتو يروحون انديه ثانيه تدري اكو لاعب اسمه عبد الله فري يلعب بالكويت ما له فرصه فرز راح يرموه هذول المنتخب هذول المنتخب يعني استفاد المنتخب ولا معلات معلات ابو علي لازم التسجيل شنو حاط شيء بجيبه انا اقول لك المصلحه العامه ابو علي نقطه انا وياك ترى مو مشكله الدمج مشكله اللي قالها ابو علي ان الرديف 45 لاعب ولا الدمج احنا كل بطولاتنا يمكن ابو علي هو بالعصر الذهبي كل بطولاتنا كنا دمج بس كان 22 لاعب ابو علي انت الحين سمع كلام ابو عدبي نعم. وحتى ابو احمد على نفس الموضوع اذا بنتكلم في موضوع الوجوه الشابه الوجوه البرزت الفرق خلينا نقول اللي اصبحت مثل الخيطان والفحيحيل اللي يرموك في بعض المباريات والساحل الساحل صح تنادون بالدمج لكن كان شفنا اسماء جديده طلعت لنا مو الفرق انا اتكلم عن النجوم نجوم واعدين عشان لا يعني نعطي اللاعب اكثر من حقه في نجوم واعدين تكلم عن حبيتر تكلم عن الانصاري تكلم عن سالم الهاجري صح. هذه اسماء لو كان دوري درجته كانت انظلمت هذا رايي موجود انا رايي يبرزون اكثر خل اقول لك يبرزون اكثر احنا نعم بالثمانينات يوم بدوري الدمج ما كان المحترف ما في محترف محترفين ما في لاعب الكويتي يبرز ويطلع وهذا لكن عيد وقبل اللي كان في ايام محسن صالح وطه بصري وهذولاك الاولين فتحي كمين وين كان يلعب؟ الدرجه الثانيه خلاص لعب الجمهور يروح يطالع مباراه تضامن عشان يشوف فتحي كمين انت الانديه الصغيره انا اقول صغيره طبعا كلهم انديه كبار لكن انديه صغيره إنجازات. بالانجازات انا اتكلم بالانجازات لما انت تصير عندك منافسه بالدرجه الاولى شو ما احسن لك؟ لا انت روح طالع الحين فراغ ما اي يوم المباراه اما لو عنده منافسه في صعود انه بيصعد للممتاز بيروح دوري الاضواء اللي يسمونه دوري الاضواء يقاتل علشان يروح دوري الاضواء يعني تشوفهم يتمرنون صح ينصح يحافظون في حافز لهم في شيء صح كلام خمس سنوات درجه ثانيه وكان ينافسون طيب. دوري درجه ثانيه كان قوي درجه الاولى عفوا وكذا وما سلموا ولا لاعب راح منتخب هذا واحد ثانيا اوكي ثانيا كانت الدرجه الدرجتين منافسه الكويت والعرب والقادسيه بس الحين صار من فوق انا ابو علي ابو علي ابو علي انا اصر على الدرجه الثانيه الدرجه الاولى ابو علي انا اصر على رد على البعض الدرجه الاولى انت لما تقول لي انه والله في لاعبين ما يختاروا مو مشكله الانديه مشكله الاتحاد صحيح
طيب وعلي انا عاصرت الدرجتين والدمج. الدمج اذا مو فريق كبير انت كمدرب ما راح تسوي شيء، يعني ما عندك العناصر والادوات والدعم المادي. ليش نروح الانهزاميه؟ خيطان خيطان يعني خيطان يمتلك. خليك وياه خليك الحين 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 بوصل لك الخيط. الحين بوصل لك. لما كان دوري الدرجه الاولى ترى لاخر ثلاثة اسابيع ما ندري من اللي بيصعد، بيننا بين الشباب بين التضامن وحتى خيطان كان يقاتل على الثاني والممتاز في منافسه. اي انحسبت اخر شيء. نعم بقى بعد شنو الدور الثالث اللي صارت بين خيطان والشباب، لما صعدنا احنا فزنا على الشباب صارت بين خيطان، يعني الاخر مباراه حتى خيطان يقولون دير بالكم التضامن. فالمباريات كلها فيها نديه، اللاعبين كلهم يتمرنون، حضور اللاعبين من بدايه الموسم لنهايه الموسم. صح نعم ما في هذا اللي لما قال لك الحين خيطان بروزه وكذا. طيب انا الحين انا اكلمك الحين خيطان بروزه الحين واللاعبين، لما يجيك عرض من احسن لاعب عندك بخيطان مثلا عمر رحت بيتر جاء الحين قالوا لك انا ابي العربي، اللاعب قاعد يشوف نفسه ما في، يعني النادي ما راح يوصل اكثر من السادس. هذا حد ليش ما يوصل افضل من السادس وهو كاس ولي العهد وصل مرحله جيده شوف. احرج نادي الكويت اللي هو متصدر ابراهيم الكؤوس مو مثل الحين هو عند الفرق بالدوري لها حل ثاني، لكن فرق النقاط بين الاول وحتى الخامس عنهم بعيد حيل. انطر على الموسم الجاي يمكن تصير مشاكل يوخر تجي مغريات. ليش تشوفها بهالصوره؟ انا قاعد اقول تدري ليش الواقع. تدري ليش ابو ابراهيم انا هو قال لك اياه، قال لك فتحي كميل الدرجه الثانيه اخذوا المنتخب لو في عدل هنا احنا صار لنا يمكن براهيم. ست سنين المنتخب من فييرا لجوران للحين معلول نفس الاسامي 11 و12 لاعب 6 هذول ما يروحون ليش؟ ايش حق نبرز احنا ابو ابراهيم ما نبرز نقعد نلعب عادي الا تروح يعني القادسيه او العربي او الكويت او السالمية علشان يضمونك منتخب وهذا اللي العرض بعد بعد انت كانت لك تجربه حتى في الدرجه الثانيه يعني او في دوري الدرجتين اللاعبين ما عندهم دافع انه يلعبون بهذه الطريقه؟ بالعكس انا قاعد اقول لك لما وصلنا وثبتنا بالسادس حتى وصلنا للرابع نفس ما قال ابو احمد كان عندهم دافع انه في بطوله خارجيه. انا قلت لك انا ضد الدمج بس الحين كل اللي يتكلم فيه ابو علي وابو احمد انا وياهم يعني المنافسة صارت تحت ها زين الحين نواة المنتخب من الستة اللي فوق والثمانية وين المنافسة فيهم؟ يلا درجتين خلي الدرجة الأولى أبي الممتاز الممتاز 10 سنوات منو كان المنافس؟ كويت والقادسية وين الست الفرق الثانية؟ أنا أرد على أبو عذبي حل واحد لا تشيل الدمج السنة الجاية العب دمج بس خلي الأندية كل بوها 26 لاعب هو هذا اللي بيصير وشيل دوري غير 26 لاعب هذا اللي بيصير وين بيروحون لاعبين الكويت اللي ما لعبوا؟ وين بيروحون لاعبين الغازية؟ وين بيروحون لاعبين الفرق الثانية؟ طيب هذا اللي بيروحون يوقعون عقود مع أندية ثانية يقوون الفرق خلاص هذا نفس كلام أبو علي احنا عشان بنظل في نفس الموضوع أخوي أحمد العبيد يقول أول مرة أشوف الحكام هم الأبرز وفي كل البرامج تم ترك الأداء الفني وناقشوا التحكيم وأخطائهم في الدوري أبو بدر يعني الحكام غير يتحق مدرب في هذا القسم جايبه من الجارة الحين ما سالته هو قاعد يسمع ويراقب تسابتك يسمع ويراقب ابو بدر التحكيم في هذا القسم يعني يمكن احنا شدنا بالتحكيم في الموسم الماضي او الموسم اللي قبل الماضي لكن هذا القسم هناك من صنفه انه قسم كارثي بالنسبه للتحكيم من المشاكل الكثيره من الاختلافات الكثيره الجماعة قيموا فني أنا بيك تقيم بالجانب التحكيمي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فيما يخص جانب التحكيمي هذا الموسم يعني خلينا نقول كلمة عامية أن ما في دوري ما في أخطاء منطقة. ولكن يعني شنو السبب الواضح أن في تراجع في مستوى التحكيم نعم في تراجع في مستوى التحكيم في عدم رضا يعني إذا تقيس بالنسبة للموسم اللي طاف ترى نعرفك صريح ونعرفك قاسي جدا بالملعب عدو ولا مو معروف انه قاسي بالملعب خلينا نبتعد عن موضوع المجاملة خندق على نادي الكويت نسأله معنا سبب لي مشاكل وايد والقادسية والعربي وهذا شيء يحسب لنا جميع الفرق لا شوف انا اعرفك انك ما تكون متردد اذا تسألني شخصيا انا اكيد شخصيا شخصيا يعني رأيي الشخصي انا غير راضي لان بكل أمان العام أنا اشتغلت مع الإخوان الرئيس ونائب الرئيس والمدير المساعدين ككون أعضاء في لجنة الحكام في تكليف من الاتحاد الكويتي شخصيا أنا كنت مشتغل على دوري فيفا
حتى الحكام اللي كنا نجيب من برا كان لاول مره اقول الكلام كان عن طريق انا شخصيا طبعا بالتوافق مع الرئيس ونائب الرئيس واخوان اعضاء مجلس الاداره اللي هو موضوع حكام الاجانب. حكام الاجانب من برا الان انت شو اللي اختلف عندك؟ ما اختلف شيء بالعكس انت انا اللي مستغرب منه يعني انا ماني راضي ولكن انت يعني خلينا نتكلم على مجال اوسع. انت ك مشاركات خارجيه ما عندك، المجال الوحيد الابداع فيه المحلي، فانت مو قادر يعني توصل نص المستوى الموسم الطاف. هذا يعني يرجع الحكام انفسهم، يعني انت ما عندك مجال الا تبرز في دورك المحلي. يعني الاخوان كانوا في النخبه نهائي ما حد يطلع الاتحاد تتكلم ان الحكام ما عندهم طموح، ما يمتلكون الطموح. لا شنو لان هذا حكم شنو اللي اختلف انا يعني لا هذا مو لاعب هذا حكم. لا لا ابو ابراهيم شوف انا كلامي واضح. الان انت عندك ما في مشاركة خارجية تخليك انك والله تقول انا ابدع عشان اطلع برا. انت ما عندك مشاركة خارجية، ليش ما تبدع في دورك المحلي؟ صحيح انا هذا اتكلم عنه. يعني في انا عن مستوى الشخصي كناصر انا ماني راضي نهائيا عن اللي قاعد يصير، ولكن في نفس الوقت ما في دوري من غير اخطاء. لا يعني لا يفسر ان الاخطاء ان والله المستوى نازل. طبعا مستوى نازل يعني مش من الكل، يعني في اللي انا قاعد اشوف السنة هذه الاغلبية اللي قاعد يحكمون، وهذه السياسة مثل ما الأندية تطلع لاعبين الاتحاد أو لجنة الحكام يجب عليها يعني إبراز حكام جدد للساحة الرياضية. أنت عندك العام أحمد العلي كان درجة ثانية أول العام، عمار أشكناني، خالد ندى، ضيف الله الفضلي، أحمد صادق، في يمكن أسماء أنا ما قلتها، ولكن أنت الآن تعال أحمد العلي دولي حكم نهائي كأس سمو ولي العهد، أدى تحكيم يعني مثالي جدا خالي من الأخطاء التحكيمية. ممتاز. يمكن لأول مرة أقول لك شغلة، أحمد العلي من خذ الشارة الدولية 12 يوم أدار نهائي، وهذا بالنسبة لأي حكم ما عنده خبرة ضغط عليه. واحد اثنين لا 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 التفاصيل راح أدخل فيها لأن عندنا تقرير خاص عن التحكيم، لكن أنا بأخذ نظرتك الشمولية أو العام. نظرة شمولية أنا كمستوى غير شخصي غير راضي عن المستوى التحكيم لغاية الآن. أنا أطمح إن شاء الله القسم الثاني الأخوان الحكام عندهم الأفضل، وإن شاء الله وعد القسم الثاني يكون أفضل إن شاء الله. راح نتناقش في الموضوع هذا، مو الدبلوماسية مو موجودة بالبرنامج هذا. عدبوا علي نبتعد عنها. أنا أبو إبراهيم أنا ما وافقت اني اطلع معاكم الا اني يعني أكيد. اكون صادق مع الله سبحانه وتعالى ثم مع نفسي، وهذا اللي احنا وانا الاخوه اللي يعني سواء الاخوه الحضور في البرنامج او المشاهدين، يعني من المعيب انك تخدعهم الناس تشوف يعني صحيح. فلازم صحيح. يعني نقول الكلام اللي كلمه الحق كلمه الحق. لا هي يعني بس شو تسميها مداعبات مداعبات. طيب شو قاعد جاب كرم اخونا كويتي يقول استمتع بتحليل ابو كرم يعني ابو علي وثامر عناد وكل المحللين كلامهم واقعي، وهنيك فيكم اضافه لبرنامجك الجميل. اخونا البدر يقول المشكله مو ان دوري دمج ودوري رديف، المشكله بعض الانديه اللي ادارتهم ما يتعبون على انديتهم ولا عندهم طموح. خالد جر الله يقول بصراحه الكابتن محمد هيلس محلل ممتاز واقعي ومحايد. مشكور. اخونا سعدي خلف يقول السالميه نصف فريقهم القادسيه. اخونا احمد يقول نفس الشيء، اذا رجع تضامن وشارك برقان الموسم الجاي بيصير في كل جوله فريق باي. يعني هذه بعض الامور. اخونا نواف يقول ضعف الدوري يتحملونه الانديه وليس الاتحاد. الكابتن محمد كرم والبلام قاعدين يتكسبون، ليش ما يشتغلون ويساعدون الاتحاد؟ عندهم افكار وباب الاتحاد مفتوح اعتقد. انت قاعد تحكي هني يسمعون كلام بعد حق نروح الاتحاد يوصل اسمع كلامنا يوصل لك بعد. صحيح. وفوق هذا ان شاء الله تويتر وما شنو اللي ما اعرف له ما انا حساب وما شنو انا طيب. خلني اتجه لموضوع الفرق اللي خيبت امال جماهيرها. العربي ابو انور واحد من هالفرق اقدر اصنفه العربي؟ اي طبعا اذا يتقارن بالموسم اللي طاف لا الرتم عنده نزل العربي. عده ظروف واحنا تكلمنا عنها. تعتقد العربي واحد من الفرق؟ اي بس اعتقد انا ان شاء الله العربي الحين في الاستقرار هذا والفوز، الفوز دائما يجيب فوز. بتغيير المحترفين بعودة المدرب اللي كان مطلب زين، يعني ما عندهم عذر الحين. فرق اخرى خيبت امال مش انا بالنسبه لي مشجعين. بالنسبه لي اترك الجهره، هذا شيء اداري. يعني مو شيء خلاص شيء اداري شيله خالي. انا كاظمة مثل ما قلت يعني يوم فوق ويوم تحت. ما كان كذي كاظمة يعني هذا اللي فاجئني انا كاظمة بصراحه. واللي فاجئني شيء ثاني بالايجاب خيطان بالايجاب وكاظمة بالسلب. ضالي
شوفوا طبعا كاظم فريق لانه منافس تاريخه وانجازاته المفروض يكون افضل من كذي، لكن انا عندي يعني كلام وطبعا نصيحه للفرق الصغيره. طبعا لا خلي يسمحون لما اقول صغيره انا اقصد بالانجازات. يعني انت مثلا الحين تكلم ابو احمد عن خيطان وفيح قاعد يعني فرصه حق اللاعبين الصغار، انت والفرق الثانيه يعني انت ليش لما انت تلعب مع القادسيه عشان لا يقول انا الحين نتكلم عن العربي على الوطن، مثل اي لما انا فريق من الفرق الصغيره اللي ترتيبها لما اني مع القادسيه العب واحط على نفسي واحاول اوقف القادسيه واسوي كل شيء، ليش لما تخلص مباراه القادسيه تجي المباراه اللي بعدها بعد اسبوع بعد خمسة ايام مع فريق ثاني مستواك نازل مره واحده جو المباراه؟ ادري ليش ليش لا لا ادري 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 مستوى العالم. لا 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 على لا لا مستوى العالم تلاقيها مستوى العالم. اي والله يا ابو علي مستوى العالم السنفيلا الاخير موقف الليستر المتصدر ما له شغل ما له شغل. انا ابي التفكير يتغير، ابي تفكير الاداري تفكير مدرب تفكير لاعب داخل الملعب. مثل يا انا الحين بالعربي العب ضد القادسيه واخذ منهم ثلاث نقاط، اي مباراه ثانيه مع فريق صغير بالاخير ياخذ مني ثلاث لحظه خذ مني ثلاث نقاط سويت يعني ثلاث نقاط هذه غير وهذه غير. يا اخي انا قصدي المستوى اللي تلعبه ضد القادسيه لعبه ضد الفرق الصغيره نفس المستوى ممكن انك تنافس ممكن تسوي شيء لان تفكيرهم كذي. انا فكره اتكلم عن الفكر ما اتكلم عن اداء ولا اللاعب نفسه والاداء نفسه الامكانيات نفسه اللاعب. انا اتكلم حتى عن التكنيك والتكتيك. التكتيك اللي لعبته ضد القادسيه نفس التكتيك نفس الجهاز الفني التكنيك نفس تكنيك اللاعبين مهارات طيب اللاعب طيب موجوده. ليش ما يكون التفكير التفكير انا اتكلم عن فكر انه والله انا ادي المباراه من الفريق اللي قدامي البرازيل ولا هذا الفكر تلاقي حتى بالدوري الاسباني لا 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 الفرق الصغيرة بانجازاتها تواجه الفرق الكبيره مثل برشلونه ومدريد يقدمون من اجمل المباريات. لا لا ما يقدم المباراه لو المباراه الثانيه ما يقدم المستوى يقدم مستوى لانه فريق منافس له. طيب خلص يصير منافسه. انا اعطيتك مثال على على مباراه الشباب والساحل شنو بيخسرون تجي مباراه 0-0 حتى كالمباراه نبي نتمتع زين. انا اتكلم انا متفرج انا لاني ماسك فريق ولا ماسك شيء. طيب شنو تفيد الامور هذه؟ في نقطه ابو احمد يعني من الاثار السلبيه الموجوده في دوري فيفا وبالقسم الاول المحترفين دورهم يعتبر غائب، يعني تتكلم عن القادسيه والمشاكل اللي مر فيها وايضا المحترفين يمكن ما كانوا مستقرين. العربي نفس الحاله وحنا نتكلم عن الفرق المنافسه وغياب المحترف بنفس المجال تروح تشوف فحيحي تشوف مثلا خيطان محترفينهم ساهموا بشكل كبير. لا بد ان نتكلم عن محترفين لهم دور كبير مع اي فريق. الكويت طبعا ايضا محترفين هم لما المطلوبه مع دشادي ممكن لما نروح حق فرق الصداره الكويت ما برز فيهم يعني اللي مستمر على نفس الاداء هو شادي، الباقيين يعني ما اشوف يعني تاثير على الفريق. السالميه هو الوحيد اللي محترفينه مؤثرين مع اللاعبين الموجودين. القادسيه وجودهم وعدم وجودهم الفريق قاعد يمشي لوجود يعني اكثر من نجم بالفريق. كاظمه باتريك نفس الشيء نفس الفريق يوم صاحي ويسجل ولا زال يعني هو بصداره الهدافين. نعم. لكن ايام تشوفه غايب في مباريات ومباريات موجود. المحترف اللي بالنص قاعد احتياط يعني جايبين البوليفي ما شفناه عدل مصاب اي يقولون كله مصاب صار له 4 شهور إيه. تجي العربي غيروا يعني ابرز لاعبين هم محترفين العام وجابوا محترفين فشلوا وغيروهم الحين وفي يعني كلام منهم بعد ما راح يكملون معاهم. نجي للفحيحيل عنده افضل محترفين صراحه خصوصا المدافع ورودريجو البرازيلي لاعب يمكن مع ابو عذبي والصليبيخات وعندهم الكرواتي المهاجم والحين ردوا يفوسه لا ردوا يفوسه اللي كان يلعب بالصليبيخات العام وردوا فديقة معناتها العالم قاعده تشتغل صح. لما تفكر انت انك خلاص فريقك ينافس وراح يروح ان شاء الله يعني في الايام القادمه والمباريات جابوا افضل محترفين فشلوا فيه اثنين عندهم مو زينين اللي بالنص واعتقد في مدافع بعد غيني مشوهم جابوا هذولي. خيطان تشوف القلوب الدفاع يعني جايبين على حسب النقص من افضل يعني الناس اللي يعني يقودون الفريق موجودين. الباقي الفرق
ما شفنا يعني لاعب يعني نقول والله برز كمحترف انه يعني صنع الفرق مع فريقه وسجل عندهم بس هذا مو محترف يعامل كمحترف في ارضيه الملعب في ارضيه الملعب بس هذا ولدنا يعني هو بس فارق فارق حيف انا اقول لك على النقص هم عندهم مشكله في محور الدفاع جابوا اثنين قلوب دفاع وعندهم الولد هذا عمرو لاعب زين فئه غير المحددين فهي يشارك معه مصري بس لا مواليد الكويت غير كويتي يعني مواليد الكويت حتى كلامه يعني هم بعد طيب لا مولود ورابي هني ابو عذبي محترفين محترفين يعني طبعا لهم دور بنزول المستوى الحين انتم كلكم اجمعتوا ان المستوى الفني بالدوري هابط المحترفين لهم دور طبعا انا بدي اتكلم عن المحترفين خلي بالي انا اشوف محترف تجيبه اذا ما يكون افضل من لاعب الكويت المفروض ما تجيبه احنا المشكله الحين صارت ان المحترفين مستواهم عادي مو قاعد يضيف شيء للدوري يعني انت على الاقل اللاعب الكويتي حتى لو ما يستفيد منه هو انه يحس انه فعلا قاعد يفيد هو كلاعب يعني احنا المحترفين انا ما اتكلم طبعا كل الاغلبيه ان مستوى المحترفين اللي قاعد يجيبونهم انه بس بيراضي العالم الجمهور واغلب الانديه عندنا الجمهور ما ادري من بيراضي انه بس انا والله اسم حاط محترف ليش؟ ان اللي قاعد يصير كذي وانا احمل الادارات ان ادارات الانديه لان اغلب هذا قاعد يجيب اسم انه محترف لكن كمستوى انه يعمل لك اضافه مو انا وجهه نظري بهذا الموسم هالموسم نعم يعني انت عد لي اسماء الحين اسماء وحتى روجيريو اللي كنا نقول من افضل المدربين شوف مستوى زين ابو علي بالنسبه للمحترفين انت تفضل الاداره تجيبهم او المدرب يطلبهم انا 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 افضل المدرب لا ما انا قصدي المدرب يختار لكن إيه اللي يجيب إيه كمدرب انا اجيب اللاعب اقول ابي مثلا محمد كرم محترف عندي او انا كمدرب اجيك انت مدير الكره اقول لك يا ابو علي محتاج قلب دفاع وقلب نص هذا انا ابو احمد هذه المفروض إيه؟ تقول حق شنو المركز اللي محتاجه نواقص انا اجيبه واقول له شوفه اي نعم مو اما هو يجيب يعني احنا في صار اذا ما عجبني اقول لك اذا ما عجبني قول ما عجبني هذا يجيب لي غيره لا انا افضل جاره بس هو يختار بس المركز اي المدرب يختار المركز اللي لا ابو ابراهيم انا مدرب تختار اللاعب نفسه لا ابو علي انت تتمنى فكره تختار انا كمدرب ما افضل اني اختار انا عن طريقي انا افضل انهم يجيبون انا اعطيهم المركز اقول لهم مثلا ابي قلب دفاع وابي قلب نص انا وياك انا ابو احمد هم يجيبون لي خيارات أربعة خمسة انا اختار فيه اي نعم ابو عدوي ما تكلمت عن موضوع المحترفين شوف عشان بس ندفع عشان نعرف احنا المحترفين تاثرون بالفريق نفسه واكبر دليل نادي الكويت حتى الهمامي مستواه هابط يعني مش الهمامي الموسم اللي فات روجيرو نفس ما قال ابو علي الكل عارف حتى جماهير الكويت عارفين انه مستواه هابط نادي الكويت فينيسيوس ما اخذ فرصته وسمعنا انه بيرد حتى الجهر نعم فاعتقد انه من أسوأ المحترفين هالموسم هذا نادي الكويت تأثيرا في هبوط مستواهم ولكن شخصيه البطل موجوده بنادي الكويت لانه يملك من افضل لاعبين المحليين والدوليين بالكويت صحيح عندك يعني عندك لاعبين لو تعدهم تتعب هذيل معطين اريحيه كبيره وثقه وخبره انه وصلوا لبطل الشتاء وهم متصدرين في أسوأ حالاتهم وهذا شيء زين لما تكون بأسوأ حالاتك وتفوز وتتصدر هذا احسن حل وحلك راح يصير سريع اثنين افضل المحترفين ويرتفعون مستواهم بارتفاع الفريق ككل نادي السالميه الثلاثه عين عليهم بارده ما شاء الله عاملين فارق فريق قوي عنده مجموعه حتى من اللاعبين المحليين والدوليين استقطاب مساعد ندى في الخط الخلفي وعمل تنظيم كبير وكابتن في خط الخلفي عوده الروح لخالد الرشيدي وتالق ثاني مره وهو افضل حارس مرمى حاليا خالد رشيد اعتقد محترفين عكس السالميه طيب. غير عن الكويت فينيسيوس هذا خبر يمكن وصلنا الحين فينيسيوس عمل مخالصه اليوم مع نادي الكويت وبكره راح يدخل متوقع ان بكره راح يدخل تدريبات الجهره اليوم كان في تدريبات نادي الجهره اليوم كان موجود بالتدريب مع ان الجهره موجود مع ان انظلم يعني ترى لو في عوده لاعبين بعد منقطعين تدريب رجعوا ردوا فيصل زايد طبعا مثل ما قلنا امس في موضوعه انه عمل فسخ عقد مع شكوى على نادي نجران في وعمل الفيفا وعمل شكوى ما سوى مخالفه اليوم سوى شكوى ما اعطوه 5 اشهر كاني قريت مخالفه العربي ونادي الكويت العربي ونادي الكويت ايضا في صراع بس على نتكلم ابراهيم على نقطه الكابتن فيصل زايد رغم هبوط مستوى نادي العربي
في جميع مراحل في جميع خطوطه يبقى في راس الخطيب علامه فارغه من افضل المحترفين الموجودين بالكويت. العتب على العرباويه اللي ما ذكروا الكابتن فراس الخطيب عدل انا وياهم واحد انا وياهم ما اتكلم عن لانه هو ازدال ابو حمزه باخذ اتصالات باخذ اتصالات كل واحد انا ما جامل يجيب لي محترف عندنا بالكويت يلعب بالدوري السعودي او بالدوري لا 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 كلهم يلعبون محترفيننا اللي ذكرناهم رجيرو يلعب وين يلعب همامي يلعب وين يلعب جمعة سعيد يلعب شو تقصد ابو النصر يلعب الهلال يلعب الاتحاد يلعب شو تقصد ابو النصر ليش هذه مجامله ولا لا 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 بدون مجامله بدون مجامله لا لا عندك عمر السومه عمر السومه صح شو لا محترف العام افضل من هالسنه لا لا وين تكلم عن المحترفين بشكل عام لا انا حكيك الحين المحترفين الحين موجودين طيب هد 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 فراس خطيب يلعب باكر بالدوري السعودي ما خلى فراس احنا قلنا هذا فراس الريال مميز هد جمعه سعيد يلعب بالدوري السعودي وات منو هد جمعه سعيد يلعب كان عدي الصيف المجال مفتوح حق عدي ليش حق جمعه الصيف لا لا موجود لا وقفوا وقفوا عليهم عقوبه يا ابو عقوبه لا ابو انور ابو انور ما يخل ابو عدبي غير النصر لا لا ابو انور في عيد من عمان بونا ما يخل ما يخل بعدي ما يخل عشان باخذ اتصالات لكن عدي الصيفي فراس الخطيب جمعة كيتا اعتقد كيتا كيتا الكل اعتقد قادرين يلعبون لكن بانور دائما يحب يكسر لا لا كل واحد رايه بعد انت لازم تحترم رايك كل واحد يحترم رايه هذا لا كل رايك اي رايي لكن حط الراي يعني انا حط وجهه النظر ابو علي انا قصدي ابو ابراهيم انا يمكن ابو انور اي واحد يعني يقول رايه لازم اسمع رايه واحترام بس مو شرط اتفق وياه لا لا ابو علي نفس الشيء ترى ترى المحترفين المستوى الفني للدوري يرفع مستواهم وينزل ماشي ماشي خلينا ناخذ بعض الاتصالات اخونا خالد حياك الله يا خالد صبحك الله بخير ابراهيم صبحك مثله يا خالد تفضل اول شيء بالنسبه عندي ثلاث نقاط النقطه الاولى بالنسبه للدوري انا اتفق مع الشباب الدوري هابط جدا واحمل اثنين الهيئة والاتحاد أول شيء دوري الدمج يعني صراحة ما ينفع في الدوري الكويتي يازين دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز هذا صراحة شيء لا يعني متعة كروية الأفرقة كلهم يبرزون هذا الشيء الأول شيء ثاني بغيت أسأل الكابتن ناصر العنزي عن الحالات التحكيمية حالة الغاسية وكاظمة وحالة الكويت والشباب يايينها يا خالد يايينها الشيء الثالث يا أبو إبراهيم أنا بيني وبينك عقد يوم الخميس إن شاء الله وتكون متواجد يا أبو إبراهيم بس مباريات ماشي مشكور يا خالد عشان بس نبين موضوع ما مو عقد مباريات القادسية الاخوان بالجمهور يحبون يحضر وياهم مشكور يا خالد العنزي اخونا فيصل حياك الله بعد الله اوقاتكم كل خير حياك الله يا فيصل حاضر يعطيك العافيه اخوي ابو ابراهيم الله يعافيك حبيت اشيد بالفرق المتطوره في دوري فيفا وعلى راسهم نادي الفهيل بقياده ربان السفينه حمد دبوس اخوي ابو خالد يستاهل نعم. الطيب وطال عمرك انا اشوف صراحه التوجه والانحياز اكثر صوب نادي خيطان مقارنه بالاحترام نعطي الخيطان كل الاحترام له على الجهود اللي يبذلونها لكن مقارنه بالنتائج والمستوى نادي الفهيل اتوقع مفوق على نادي خيطان هذه النقطه الاولى طال عمرك النقطه الثانيه انا تمنيت ان كان لي تدخل امس ويا اخونا ثامن الهاجري ونستقبل تواجد الكابتن ناصر العنزي ونشوف الجول الاول حق نادي كاظم امس ان شاء الله كان فيه فاول صح فيه فاول طول على الصوت ما كانت ركنيه اخوي طال عمرك النقطه الثالثه والاخيره اقول لاخوي ابو دليس نعمل اختيار للموهبه القادمه بقوه سالم الهاجري وما ننسى اخوانه فواز الرشيدي لاعب اتوقع مساعد العجمي على ما اظن مساعد العجمي مشكور يا فيصل عندنا ايضا اخونا محمد حياك الله يا السمي تفضل السلام عليكم حياك الله السلام ورحمه الله اصبح عليك وعلى الاخوان حياك الله يا محمد بس موضوع نادي الجهره بخصوص الاتحاد ما كان القرار محله يعني ضم حق اللاعبين لا استفادهم المنتخب ولا النادي نفسه يعني بخصوص الظلم يعني اللي صار يعني تقصد العقوبات؟ يعني اي عقوبات يعني صدق يعني من حق الاتحاد يعاقبه بس مو للدرجه هذه بربما صارت شطب نهائي صح. يعني يعاقب الشخص سنه ويقرمه
بس ما شط نهائي يدمر النادي باكمله وما استفاد لا المنتخب ولا النادي. بخصوص ابو عناد سؤال لك متوجه بخصوص اللاعب ما غياب محمد عوده غياب اللاعب يعني ما ادري شنو ابيك توضح قديم انا نادي صار له 3 سنين بس ما يخالف نبي نعرف عاد جمهور حابين اللاعبين يعرفون شو الحقيقه يعني بس ماشي مشكور محمد العنزي عندنا اتصال بعد عباس تفضل يا عباس صبحكم الله بالخير حياك الله خير اول شيء عندي 3 نقاط تفضل النقطه الاولى انا بتكلم بس عن النادي العربي ماني متكلم على الانديه الباجي اولا احنا قرارنا الحين بيدنا رد مستوى العربي الجمهور لازم يوقف وقفه واحده ونختار اللي نبيه ونختار الاصح منو يقود النادي ليش ان هذا اختيارنا احنا راح نكمل فيه بعد قدام ثاني نقطه عندي حق اداره نادي العربي اتمنى اذا بغوا ياخذون لاعبين من برا او يتعاقدون مع لاعبين انه شنو يكون بيننا وبين الاداره ما يطش الخبر برا نعم اذا طش الخبر ما في شيء راح يكمل عندنا وثالث شيء بغيت اكلم بعد بي بعد بي يعطيك العافيه حبيبي عافيك بعد بي ما شاء الله منور انت بتويتر اليوم مع الغاسيه ليش؟ والله ما شاء الله يعني اشوفك مبدع مع الغاسية قبل مع العربي لا الخير قبل بنياك بس الحين انت مع الغاسية يعني تكتسح مع الغاسية في ميول تروح حق الغاسية ابو عذبي يمكن سامي حكي بيغيرون المدرب مشكور مشكور يا عباس ها ابو عذبي في حكي بيغيرون المدرب العربي والغاسية ما تقدر بكل شيء بكل شيء يعني لازم لازم تعطيهم عدد الاحرف بالتغريده لازم تحسب تعطيهم حقهم يستاهلون العربي احمد اخر اتصال وراد لك بعد على هذا تفضل يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مساكم الله بالخير جميعا مساكم مثل انا كنت حاب اعلق بس على موضوع دور الدمج لما انا اشوف يعني طبعا كلنا نحترم اراء الاخرين وهذا شيء طيب من الكلام ان دور الدمج دوري يعني يمكن ما حاصل على قبول من الاغلب لكن انا اليوم اكلمك اخوي وانا كمدرب لياقه في نادي الفحيل حياك الله الله يسلمك مهم دور الدمج بالعكس له فائده فنيه من الناحيه البدنيه ليش؟ لان اليوم كل ما زاد عدد المباريات كل ما زاد مستوى اللاعب اليوم احنا شنو الهدف اخوي من الدوري؟ الهدف من الدوري انك تطلع دوري ممتع وفي منافسه اوكي وبالنهايه يعود هم فائده للاعبي المنتخب فلما نادي يقارن دوري المحلي اذا لاعب لعب احنا الحين نلعب 12 مباراه ذهاب وهذه مباراه اياب هذا 24 مباراه لما تروح للدوري اقول هنقول دوري يعني ما نبي نروح بعيد دوري الخليج مثلا السعودي اللاعب يلعب فيه ما يقارب ال 40 50 مباراه تقريبا او اقل احمد بيخلص لان الوقت بيخلص ممكن تعمل اربع اقسام صح تعمل اربع اقسام اسوي ثلاث اقسام ممكن نحلها انا بعدل شيء اخرب شيء لا بس لانه هو مدرب ومدرب لياقه لا بس انا وياك انت اليوم الدوري عشان يعني اللاعبين عشان تطلع فائده فنيه اكثر من اللاعبين خلي اللاعبين يلعبون مباريات احنا كل عندنا 15 فريق اثنين منهم ما يلعبون هذا 16 فريق 24 مباراة خلال الموسم ما تقدر لياقته ما تقدر تجاري بعدين بالمنتخب لياقة لاعب يلعب 50 مباراة أحمد كأنت مدرب للياقة البدنية من أفضل فريق عندنا الحين لياقته البدنية عالية إذا كانت هناك بعض الحسبات الحين يلا لا أنا أقول لك شوف إحنا خلنا نتكلم عن نفسي أول شيء إحنا بشكل سريع بالفرق الكبيرة والله شوف بشكل عام كل فريق فيه عيوب ما في كل فرق عرفت تحتاج يعني أنت ممكن تمسك لاعبين بالمنتخب حلول ثانية خلي لاعبين بالمنتخب قيمناهم في عنده تلقى الرشاقه ناقصه في تلقى عنصر من عناصر اللياقه البدنيه ناقصه هذا شيء طبيعي بوانور لاعب طيب عشان بس بختم معك الاتصال بوانور يسال من وين تاخذ مثل هذه الشهاده يعني يقول شيء جميل انه مدرب وطني اتحاد كويتي وعنده شهاده في اللياقه البدنيه دورات لياقه هو عبر بكالوريوس تقدر تاخذ بكالوريوس تربيه بدنيه تقدر تطور طبعا شهاداتك مع الاتحاد طيب. الاسيوي اللي انت تابع له او الاتحاد الفيفا حدات الفيفا وكذلك فالحمد لله رب العالمين يعني الفتره اللي طافت كنا احنا متابعين
الشهادات وهذا الحمد لله الله وفقنا. مشكور مشكور لا 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 مشكور يا احمد. خل ما نبي انت لا لا ما انتقش ويانا اقول لك في حلول ثانيه ما يصير ان الدوري الدمج بدل لا تخليه دوري الدمج خليه وجهه نظر اي وجهه نظر وهاي في حلول ثانيه لا يا جماعه حادث جانبيه هني قاعد نتكلم في ابراهيم عفوا في دورات فتور ومتخصصه في دورات اللياقه البدنيه عن طريق الاتحاد الكويتي سنويا تقام. المشكله كان لا يعني ممكن في الدول الخليجيه دول اسيويه بالكويت ما لا لا ابو بنور بنور ترشيح من الاتحاد الاسيوي يا ابو بنور ترشيح من الاتحاد الاسيوي يجي طيب. مقيم حكام محاضر حكام مدرب لياقه بدنيه يدخل عن طريق الاتحاد الكويتي في دورات الضبط مدرب حراس مرمى. طيب هذا مو موضوعنا بس عشان نكسب نكسب الوقت حتى مدرب حراس مرمى في لا ابو ابراهيم عفوا بس تسمح لي اذا مدرب لياقه بدنيه من نوادر في الكويت مواطن قاعد اقول لك انا هذا من نوادر يا ابو ابراهيم قليل جدا يعني نزلوا الاتحاد الكويتي اللي بينزل حطوا شروط اللي انا اذكرها اذا رحت على حساب الاتحاد الكويتي برا نفس ما قال ابو بدر ترجع الاولويه للاتحاد الكويتي ياخذك يستخدمك طيب لحظه لا 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 لا, 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 لا النقطه تكفى دقيقه بس على النقطه دول. انت عبالك مدرب اللياقه البدنيه شنو صعب اسهل من هذا بقياس شيء علمي دي كم دقيقه كم تركض وهذا يعني اسهل من اسهل من مدرب الفكر لا مو هذه اسهل هذه مو صعب لكن ارقام وتحليلات اي هذه تدرسها دراسه تدرسها دراسه غير المدرب الفكر هذا صعوبه ما فيها صعوبه اخونا فيصل مري بس عشان اخذ بعض الاسئله يقول تحيستوا لنادي خيطان نسيتوا الفحيحيل لا ما نسينا بس عاد انت نقول يعني الفحيحيل صح من المحترفين الجيدين بس اشدنا بالفريقي لا بس احنا ليش ما اعطينا احمد اشد بالفريق ليش ما اعطينا الجيدين ابو ابراهيم بفحيحيل فديقه ابو ابراهيم هم محترفين هذا ابراهيم ليش ما تتكلم عن الفحيحيل لان هم انظلموا ما نقلوا مباراه خيطان يمكن اربع او خمس مباريات نقلت بعدين ابعد من خيطان اخونا اجرب عليهم اخونا محمد يقول او اخونا محمد يقول عقوبات الجهره ظالمه وموضوع الجهره لان احنا ما تكلمنا عن نادي الجهره ممكن هناك من يعد انه هو الفريق الأسوأ خلال هذا الموسم الأسوأ فنيا من خلال بعض الظروف اللي مر فيها نادي الجهره يقول عقوبات الجهره ظالمه وهي اللي دمرت النادي ووصلته بهذه الحاله والله اقرب واحد يرد عليه مجلس الاداره انا ما اقدر ارد عني عقوبات اتخاذ الاتحاد القدم وفق هذه العقوبات هي اللي اعطتنا الجهره بهذه الصوره في طبيعي لان اثرت على الفريق بس احنا نقول لك يعني الجهره ان شاء الله عند الافضل وعودة اللاعبين يعني احب اطمن اليوم رجع عبد الرحمن السربل رجع احمد حسن رجع محمد دهش بساعه واحد راسي لا فينيسيوس ما قلت انا فينيسيوس ما قلت تمرن في الجهره قلت موجود في النادي ما تمرن لا انت قلت ترى ما قلت تدرب انا قلت موجود في النادي انا قلت ان بكره راح يتدرب انا قلت فينيسيوس موجود ما قلت تدرب لا قلت تمرن ما يخالف ما نختلف يلا جلوا عن صديق طيب لا لا مشوارنا طويل الحين مع ابو بدل انا بناخذ بالجانب التحكيمي تكلم عن الجهره ابو ما عندنا وقت حق الجانب التحكيمي والجانب التحكيمي اعتقد خذ حاصل كبير هذا اللي يتكلم ابو ابراهيم قطع علي وحده اللي يتكلم مال شو اسمه هذه تغريده كتبتها مباراه القادسيه من اربع ايام انا ما دشيت ما اكتب رياضه الا مباراه الدوري انا القادسيه ما بدا بدر ولا المشعان ولا العنزي ولا بدا باللاعبين الكبار ولا خالد محمد ابراهيم ولا المحترفين ولا امان ولعب فريق لما شفنا التشكيله وقلت القادسيه وطن داخل وطن ايوه حتى العربي لما العام تكلم وقدموا مستوى عالي امدحهم بس العربي ابتعدت بتغريداتك عن العربي ايش تتكلم على بالعكس انا اتكلم على فراس انا تو تغريده متى اخر مره كتبت عن العربي تو فراس قلت مهما يكون بس فراس لانه هو هاتريك مسجل العربي بس حتى جمهور العربي مو عاجبه مستوى العربي المستوى هذا ولا مستوى الموسم اللي فات طيب وضحت النقطه اي يعني هذا التغريده كتبتها من اربع ايام ماشي ماشي خلنا نروح حق الجانب التحكيمي عندنا تقرير في بعض الحالات التحكيميه المثيره للجدل في القسم الاول لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون القاعده الكرويه الشهيره أخطاء الحكام جزء من اللعبة مبرراً للأخطاء خاصة أن التكرار يولد الانفجار الأمر الذي يضع الحكام دائماً في مرمى الانتقادات ولا يكاد يخلو أي موسم من الحديث عن الحكام والحالات المثيرة للجدل التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصخب المصاحب للعبة الشعبية الأولى سواء محلية أو خارجية ففي الموسم الحالي
تصدر الحكام كالمعتاد المشهد الكروي، وأصبح استهدافهم سواء من جانب الإداريين أو الجماهير البوابة الأسهل نحو تبرير أي إخفاق. ونحن هنا لا نعفي الحكام من تحمل مسؤولية بعض النتائج، ولكنهم كحال المدربين واللاعبين يخطئون. المشهد الكروي الذي عرف سخونة مبكرة في ظل اشتعال الصراع على صدارة الدوري أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام الكثير من التساؤلات حول أداء الحكام نظرا لكثرة الحالات التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الكروي، وهو الجدل الذي استمر حتى وقتنا هذا في ظل التناقض الواضح في آراء خبراء التحكيم. وهي حالة قد يراها البعض صحية ومؤشر واضح على أن قرار الحكم الذي يتخذ في جزء من الثانية أصعب بكثير من تحليله والحكم عليه. نعم انتقدنا التحكيم كثيرا وأشدنا بالبعض عند الإجادة، ولكن يبقى الحديث عن التحكيم من المواضيع التي لا تتوقف وتحتمل الكثير من وجهات النظر. وصلنا عاد الحين للجانب التحكيمي إثارة الجدل. لا عاد مبادرة الحين دورة الحالات التحكيمية كانت السمة الأبرز في القسم الأول للأسف، يعني يمكن حتى تجاوزت الجانب الفني في بعض المباريات. دائما وأنت موجود معنا أيضا في الاستديو التحليلي في البطولة، بعض الأمور ممكن ما نتكلم فني كثر ما ياخذ الوقت، المحلل التحكيمي ياخذ وقت اكثر من اللي تواجدون. بينت ان عدم رضا بالنسبه لك شخصيا على المستوى التحكيمي في هذا القسم، لكن هناك من يتكلم انه كانت في حالات جدا مؤثره حصلت اخطاء، ما هي اخطاء لان تضاربت حتى الاراء التحكيميه في هذا المجال. ابو بدر شوف لا اخفيك سر حقيقي، يعني كانت الاخطاء محصوره في حالات التسلل، التوضيح الجديد، وركلات الجزاء فقط لا غير. الباقي الاشياء كلها تقديريه، فاول ولا انذار ولا غيره. الملفت للنظر يعني حتى انا تحت الهواء كنت اقرا انا ونور في التوضيح الجديد، في سوء فهم عند الناس القانون تعدل او تعديل، القانون لم يتعدل نهائيا، ولكن المجلس التشريعي البورد بالحرف الواحد قال، اذا تسمح لي اقرا بشكل سريع، قال نتج عن هذا الايضاح عن مداولات مفصلة بين اللجنة الفنية الفرعية والفريق الاستشاري الفني الذي يضم خبراء في مجال التحكيم من مختلف الاتحادات الغارية، وقال بالحرف الواحد في ختام كلامه، وهذا طبعا راح اوزعها اذا انا طبعا ما عندي حساب، اللي عنده حساب ينزلها، ايش اللي اقوله انا عندك بعد بي عندك راح اعطيك اياه بعد تنزلها. قال حرفيا شوف نحن على ثقة بان هذا الايضاح سوف يضمن اعلى قدم من الالتصاق فيما يتعلق بتطبيق القانون. ابو بدر هذا شنو بالضبط قاعد؟ هذا سوى لنا مشكله، خلى القانون مطاط. اي قانون؟ قانون الايضاح الجديد. اذا اللاعب التاثير ان اثر على الايضاح لشنو بالضبط؟ ايضاح اذا اللاعب متداخل او غير متداخل. نتكلم عن الحاله الاخيره. الحاله الاخيره هذه القانون خلاها مطاطه، ما قال يا حكم اذا رفع المساعد صفر. قبل لا تعطيني التفسير هذا اللي معك، انت شنو رايك بالحاله؟ نتكلم عن حاله مباراه الكويت وخيطان. بكل امانه وعلى الهواء مباشره، حاله مباراه خيطان والكويت انا اذهب مع المساعد فيما اخذ من قرار. اللي اتخذ القرار المساعد هو انا اروح معاه. حكم المباراه فيما يرى من تفسيرات اخرى وهو يرى من جانب اخر، ولكن انا كناصر العنزي عضو لجنه حكام سابق، حكم دولي ومحلل في تلفزيون الكويت، ووجدتك من الشعر بيت تحت الهواء ورات بنور مراسلاتي لعضو في اتحاد الفيفا، في عضو لجنه الحكام في اتحاد الفيفا، مسوي مراسلات لازم عشان 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 لهم الحاله. انا شخصيا كناصر بطور من نفسي، لما اطلع على الهواء قد يكون الحكم ياخذ قراره من داخل الملعب، يمكن ورا المباراه يمكن تنقصني فقره ما قلتها. راسلت الفيفا على هذه الحاله، عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي. نعم. فقال لي تسلل 1 2 3 نفس ما هو موجود في النص، ولكن ما يراه حكم المباراه ايضا حق مشروع انه يقول لك 1 2 3. حكم المباراه يقول
ان الكره اصطدمت في المدافع ومن ثم ذهبت لقدم اللاعب الكويت يعني وخر عنها. هذه من يقدرها؟ الحكم شاف من زاويه والمساعد شاف من زاويه. انا كناس اعطيك حل الفيصل، انا اثهم مع راي المساعد. صح. عشان بس في بعض النقاط اللي ودنا نتاكد منها، الحكم المساعد رايه ملزم؟ لان هناك بعض الاخوان بينوا لنا ان الحكم المساعد في حالات تسلل رايه ملزم للحكم. انا كلامي واضح، كان يجب على حكم المباراه الاخذ براي المساعد. انا معاك، لكن هل ملزم راي الحكم المساعد خاصه في حالات تسلل؟ في الزام، في يجب عليه الحكم الساحه ان يتبع حكم المساعد. يجب عليه لانه هو اقرب واحد شخص يقرر هذه الحاله. عنده واجبات اربع، عنده رئيسية. يعني واجبات رئيسيه، يعني انا ما يصير انا كحكم الساحه اجرد الحكام مسؤولياتهم، ولكن انا اذهب من راي ان 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 ان, إن, 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 إن اتخذ حكم المساعد هو الصحيح. وفق ما يرى حكم المساعد، الحكم الساحه له دفوع ثانيه هو يقدر يدفع فيها. هناك من يتكلم ان ناصر العنزي عنده بعض الامور وبعض الخلافات مع لجنه الحكام الحاليه، فبالتالي هو ينتقد بهذا الشكل. خلافات الشغل انا اللي قال خلي يطلع على الهواء. بالعكس، انا والاخ بدر فيلتشاوي تشرفت بالعمل معاه. ابو ناصر انت مو موجود حاليا؟ لا انا موجود. موجود، انا موجود. شوف خليني اقول لك شغله صغيره، لكن ما تتواجد معاهم باللجنه، مبتعد عنهم. لا مو مبتعد، انا يمكن ما ابي اطول اخذ وقت البرنامج، وانت شخصيا تعرف انك ولدي خاص صار له حادث في اول جوله الدوري، ومن ثم سافرت يعني حوالي شهرين. على سلامتك. الله يسلمك. ورجعت يعني انا ما خرجت لكي اعود، انا موجود، ولكن في ظروف معينه. يمكن انا بالاتصال انا والاخوه. بالعكس، اللي قال هذا الكلام يبي يدق اسفين بيني وبين اللجنه. هذا الكلام عارض عن الصحه تماما. هل بعض الاخوان ولهم كل التقدير والاحترام محللين التحكيمين، هل عندهم بعض الاراء التحكيميه تحاول تكون ضد اللجنه التحكيم؟ هذا يخص هو يقدر يصرح. انت شايف هذا الشيء؟ انا ما اقدر اتكلم، ما ادخل يعني، انا ما اقدر اشق قلوب خلق الله وطلع داخل اللي شنو انت ضدك. الواحد يبين من تحليله، تعرف ان هذا عنده توجه ولا ما عنده توجه. انا اقصد، وانا قلتها معك في البرنامج ذاك اليوم، انا احلل مواقع التلفزيون، الحكم ياخذ قراره من واقع ملعب. انا لما احلل يجب تنظر في منظر يعني عين الاعتبار، انك انت عندك التلفزيون تعيد مرتين ثلاث اربع، حلل حق الحكم التطوير مستواه، ما هو نقص من الحكم او انك تبين عيوب الحكم. احنا بس نوضح ان ابتعدنا عن حاله الكويت وخيطان، لكن هناك قاعده تحكيميه، اذا اختلف التحليل التحكيمي خارج ارضيه الملعب، اذا هناك حكمين اختلفوا في حاله معينه، الاصح ما قرر حكم المباراه. هذا الكلام موجود في السله واليد، موجود في القدم. صاحب الحكم المباراه صاحب القرار الاول والاخير. لا لا لا، انا اتكلم برا يعني. مثلا الحين اخونا العزيز بشعل العسعوسي ذكر ان هدف سليم. صحيح. الكابتن قاسم حمزه ايضا حكم دولي سابق قال انه تسلل. انا اقول تسلل، باخذ انا هذا بوصلك اياه، ما يخالف ابو بدر، انه ما دام اختلفت الاراء قرار الحكم سليم. الفيفا يقول لك اي قرار يتخذ الحكم اثناء المباراه هو الصح. صحيح. ولكن يا ابو ابراهيم، احنا عند ثقافه ناقصه. التلفزيون يعني في الفيفا له سبلنج معين للتطوير، مو شوف خطاك انت اخطيت في هذه الحاله. ما يتخذ من قرار حتى لو كان خطا فهو صح بالنسبه للفيفا داخل الملعب. نعم بس ولكن نا. لكن 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 بالفيديو هذا التطوير حصل خطا 1 2 3. خاطبت انت يا ناصر العنزي احد المسؤولين في لجنه التطوير بالفيفا؟ لا، عضو لجنه حكام، عضو لجنه حكام في الفيفا، وهو نفسه في اتحاد على نفس هذه على نفس الحاله، وقال لي تسلل. وقال تسلل. تسلل. طيب ابو علي، شوف انت الحين قلت له كلمه، قلت له انت بينك وبين لجنه الحكام في خلافات ابو علي. انا عندي انا بتصيد على لجنه الحكام. انا مو انا بتصيد على انت ليش ما اعطيني فرصه تصيد عليك؟ انا بتصيد عليك، انت ليش ما اعطيني؟ هم ما اعطينا فرصه احنا نصيد. شو ما اعطيك فرصه؟ من الاخطاء اللي عندهم، من الاشياء اللي قاعد يسوونها. واحد اكو قانون واكو تقدير عادل مثل ما قاله. اكو تقدير لاعب نقولها عشان التلفزيون نقولها يبصق سبوتنج، قول سبوتنج والله يبصق بدبي لاعب واقف قدامه يعطي انذار والقانون يقول طرد. صحيح. يلا هذا شلون ما يقول لي ان ما بشر ما يخطئ؟ من يقول لك؟ من قال لا تخطئ؟ بدل ما تسوي 20 خطا سوي 5 اخطاء.
قلل اخطائك، ما قلنا لا تخطئ مره واحده. احنا اللي قاعد يصير بالحكام، احنا طبعا انا ما بيني وبين شيء الحكام، بس اقول لك مثال يجيب لك انه اقول لك اذا طبعا. انت وقلت لك اياها مش عاد اللي يحتار عدوك فيك 20 مره قايلها تقول لي اذكرها، قاعد انت قاعد انت قاعد تعطيني فرصه اني انا اتكلم عليك وتصيد عليك. اخطاء حكامنا وايد، انا اقول لك في امور صح، يمكن ساعات اللاعب ما يساعد اللاعبين ما يساعدون الحكم انه يدي اداء صح، في بعض الاحيان هو الحكم يسبب مشكله. طيب. يعني خل اقول لك لا عندنا حالات بنعرضها تعرضها انت تبي، انا قاعد اقول لك شغله اكو حكم مباراه ماشيه من احسن ما يكون، هو يخلق مشكله، هو يخلق حكام مشكله، حكامنا هم يخلقون مشاكل. طيب كل موافق معاه؟ لا بس هو يخلق مشكله. يعني انت اكو حكم ابراهيم، اكو حكم ابراهيم الملعب، هذا الملعب يطالع الملعب كله، يطالع الجمهور، يطالع يدور شيء كذي، حكامنا يدورك اي والله يدور مشكله. لا يعني قاعد يصير يعني ما يخالف ابو علي. يعني يا ابو علي الحين اخطا الحكم، ايش دخل اللجنه؟ انا ما قلت لك، انت تقول اللجنه تعطي مجال الناس تتكلم عنها. انا مو اللجنه ما هي بتسمع، انت قول الحكم، الحكام نفسهم هم الحكام، اللجنه ما هي اسم اللجنه، انا بس اللجنه هم اللي اختاروا الحكم. بس خلنا نوضح، عقبوا حكم اللجنه، انت ايش دراك معهم؟ لا اكو حكام قاعد يشتكون من اللجنه، قاعد يحابون ناس على ناس. وين اشتكوا؟ يشتكون برا، ما يقدرون يشتكون حق الناس برا. ليش في اتحاد؟ ليش ما يشتكوا بالاتحاد؟ ما يشتكي هو القاضي والخصم والحكم. هو صدق ابو علي والله؟ اي نعم، اكو حكام قاعد يشتكون، قاعد يحابون الحكم. يتشكى وين تشكى؟ وين يتشكى؟ حق الناس. وليش ما في اتحاد في ما اتحاد؟ هو القاضي، هو واللي برا، واللي برا يعطي حق. لا يقول اللي بقلبه، يطلع بقلبه، يفضفض من ما يقولون، ما يقول شو يسوي. يا ابو علي، يا ابو علي ما يخالف ابو علي، بس احنا اللجنه احنا ما تكلمنا عن الدافع، انت على ما دافع. احنا نقول الحكام المستوى التحكيم سيء عندنا. ممتاز ابو علي، خلنا نرفع. واضح ابو علي، ابو علي انا اقول مستوى التحكيم سيء. كافي، انا ما اقول شخص سيء، اقول شخص ناجح. لا 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 خل لا لا خل اسمع، خل الناس يفهموني. لا عشان خلي يفهموني. انا ما اتكلم على شخص، على شخص على عيني وراسي ومن احسن ما يكون. انا اتكلم كتحكيم، كعمل مستوى التحكيم سيء عندنا. زين خلني بس قول يا ابو بدر، خلني اوضح شغله صغيره. انا مساء قلت لا تتكلم مع ابو، لا تكلم بشكل. انا مساء قلت الحكم شاف شغله، ان الكره ضربت رجل او قدم مدافع خيطان ومن ثم ذهبت المرمى، هذا كلام قلته. عبد الله دبيان، ترى انا قلت الكلام هذا بساعة قاعد يراسلني. انا قلت واحد ماشي. اثنين، انا بستشهد الرجال اللي قاعد قبالك هذا، خليل بنام بنور، رئيس لجنة الحكام عام 2004 قدامك، ما هو حكم، وتشرفت بالعمل معه. تستشهد بشنو؟ استشهد من انجح المواسم التحكيميه، كنت مع الرجال هذا. 2005 تعرف انا كناصر لاول مره اتكلم، وهذا حصري لبين الشوطين على كلام تشكون برا ما تاخذ حقك. انا تعرضت لابشع صور المحاربه بالنخبه، ولا طلعت بجريده، ولا من داخل الكويت تعرضت، ولا طلعت بجريده ولا بتلفزيون ولا برادو، ولا كلمت اي شخص. الرد هو الملعب، واذا كنت وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى ولا كنت تشك. تمت محاربتك بالاتحاد؟ لا، في اشخاص موجودين معروفين. ها يعني موجود هالشيء؟ موجود يا مقام. اي موجود هذا الموضوع. بس هي كلام صحيح علي، يعني هي كلام بنور ما عيد. لا 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 يا كلامي، بس خليني اقول لك، خليني اوضح لك. انت تقول انت قلت موجود ليومك هذا، قلتها دقيقه بس. هو قال، هو حرفيا قال في ناس محكام تتشكى حق الناس اللي برا. يا اخي هذا غير، هذا اخو علي، دخل ابو علي هذا ما له شغل. انت فيك طبع وفي طبع ثاني، هذه اطباع ما له شغل. بس يا ابو علي، وانت غير وهو غير. ما هو انا غير، بس انت ايدتني انه في للحين في مشاكل. في مشاكل انت مبدر تصيد ابو علي. ما تصيد، بس انا اقول لك، انا اقول مبدر، انت تتوقع ما في مشاكل الحين بين لجنه الحكام والحكام؟ ما تشوف انه في مشاكل؟ انا اللي بس كل هذه الاستقالات، هو قال استقال اكثر من 32 حكم حسب المعلومه اللي عندي في جميع الفئات قدمت استقالتها. طيب واللي قاعد يدير الدوري منو الحين؟ واللي قاعد يدير الدوري منو؟ موجودين الحكام، لكن في حكام كثير ابتعدوا. شنو اسباب ابتعادهم؟ عندك الاسباب. انا عندي الاسباب. انا لما ما في ولا حكم ابتعد؟ انا في المعلومة في حكام ابتعدوا. في حكام اسباب الابتعاد؟ كيف؟ هو يعني انا كيف لا دقيقه لا ما عندك رد. لا عندي رد. لا ما عندك رد. كيف تقول لي هذاك يتشكى؟ ما انت لا رجاء ابو علي، تقول هذا يتشكى؟ بس دقيقه، طب انت زين هذاك ابو علي رجاء. لا لا هو احسن مني، ما انا اقول لك. بس ابو علي تفضل يا ابو، بس خليني اشوف عشان ارد ابو علي.
اي واحد يطلع بالتلفزيون تحمل مسؤوليته، انا اعتزلت انا وخرت كيفك. لجنة الحكام ما عندها شيء رسمي ان فلان اعتزل الا اللهم حسب انا ما عرفته وسمعت ان الاخ يوسف ثويني قدم كتاب الاربعاء الخميس طلع بالتلفزيون انا فاجئني شخصيا. ولكن انت تبي تعتزل في قنوات تتبعها، والاخ كان عضو مجلس اداره بونور وكان رئيس لجنه في قنوات 1 2 3. انا ما لا لا تختزل موضوع ثويني، ما هو ثويني انا حتى حمود السهل اعتزل، يعقوب السهل اعتزل، انا سمعت. ولكن انا لما يكون عندي دليل مادي كتاب رساله خطيه الوحيد اللي انا سمعت عنها اللي هو الاخ يوسف ثويني وخساره يوسف ثويني، انا اوجه له رساله عبر الهواء مباشره تلفزيون دوله الكويت، يا يوسف ما اعتقد اي حكم في الكويت واسيا تعرف من هو ناصر، ولا كسور في الموجودين الرجل هذا بنور يعرف من هو ناصر داخل التحكيم برا التحكيم. انا تعرضت لابشع الصور، ما اشتكيت عند الناس. راجع يوسف يا ابو عبد الوهاب، انت انسان خلق واخلاق وخساره التحكيم الكويت. اسمع اسمع هذا ما له شغل بناصر، ما يخل ابو علي، ابو علي لا 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 ابو علي انا عندي على طبع انا عندي لا شغل وما له. يلا قول انا اقول يعني يراجع نفسه في استقالته او ان اعتزال التحكيم خساره عندك سنتين وثلاث. طيب هذه نقطه، هذه نقطه انت جاوز اللي بتشكى ابو ابراهيم اللي بتشكى لا يطلع بالتلفزيون، التلفزيون ما عندك حقك. لا 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 تصادر رايه. لا 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 ابو بدر لا 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 انا ارد عليك. خليني اقول لك ما تصادر رايه، ما تصادر رايه، ما تصادر رايه. خليني اقول لك خليني اقول لك اوضح لك صوره بس عشان الناس تفهم عدل. في قنوات تتبعها انت في سكرتيرة في هذا بطلع برا مستوى التحكيم. ابو بدر تفضل. احنا تكلمنا عن موضوع الحكام بشكل عام في القسم الاول، هذا واحد. اثنين، نعم سالناك ان في حكام ابتعدوا، بس مو معناته ان نشرح حاله الكابتن مع احترامي. لا 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 انا خساره، انا اقول لك ثويني خساره قلت تجاوز هذه النقطه. احنا عندنا نقاط ثانيه بالنسبه للتحكيم. تفضل. لجنه التحكيم كان هناك من يقول ان لجنه التحكيم هي الاساس في انخفاض المستوى الفني. طيب وين هم العامه تتكلم؟ وين هم العامه تتكلم عن من ابو ابراهيم؟ بقول لك شغله هذه. لا 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 سعد سكين وبدر الفيلتشاوي ومشعل الفودري كلهم اعضاء بالاتحاد ومحسوبين على الشيخ طاهر رئيس الاتحاد. سعد سكين اللي حكم بالاصل حكم يبتعد عن لجنه التحكام ويحطوا الناس مو متحكم على الحكام. ماشي. يعني يدورون المشاكل، الاتحاد يدور المشاكل. سعد سكين ما محسوب على هي مقياس النجاح تو قال من انجح رؤساء لجان التحكيم بنور ومو حكم. خالد هو يقول، هو يقول من يقول من يقول انجح؟ لحظه ابو بدر، هو يقول بالاداء. لا انا نقول لا، لا انت تقول كيف انت كيف وجهه نظر، وجهه نظر ابو علي، هذه وجهه نظر، وجهه نظر، وجهه نظر، خلاص نحرمها. بس دقيقه، لحظه ابو علي، لحظه انا اقول ناصر يقول يقول احنا نقول لا، ابو علي يقول كيف؟ ابو علي خلاص ابو علي وصلت جاي بس لازم نعرف احنا اول شيء سعد سكين حكم ما يحطونه ابو علي رجع. اول شيء لازم نعرف التحكيم انه يكون جزء من اللعبة على جميع الأندية. أنا أمس سمعت ثامر الهاجري يقول الكويت استفاد، سمعنا جمهور قال القادسية استفاد، سمعنا جمهور قال العربي الموسم اللي فات استفاد. إحنا لازم نكون عندنا قناعة إن أخطاء الحكام على جميع الفرق، على جميع الأندية، مو متخصص. يعني أنا قصدي لازم نكون كذي، نقول إن حتى الخطأ الحكم مو على ما يخالف هذا لا 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 ما حددنا نضال يعني مو محددين نضال النادي. لا نقول مستواهم مو زي ابو علي بخال بشكل عام. اي صح صح انا قاعد اقول بشكل عام اذا بغينا نناقش على سوء تحكيم الموسم هذا نفس ما قال ابو علي لازم احنا نشيل عننا ان فيه تعمد تعمد خساره فرق عن ثانيه عشان نكون واضحين. ما تشوف ان في فرق يعني استفادت بشكل كبير من تستفيد؟ هل هناك فريق استفاد بشكل كبير؟ امس ثامر الهاجري قال كلمه كبيره ورايي يعني يمكن اثار جدل في نادي الكويت اكثر من استفاد من اخطاء التحكيم. وفي ناس قالوا السالميه استفاد، في ناس قالوا القادسيه، في ناس قالوا العربي، في ناس فيعني كل الفرق كل الفرق الاخطاء على جميع الفرق. لازم احنا نكون بهذا ابو احمد. الموسم اللي طاف يقول ناصر اقل اخطاء، انا اشوف انهم جلبهم للحكام الخليجيين او الاجانب اللي جو حكموا رفعوا جليل. الضغط وكانت المباريات كلها محايده فما كان في مشاكل. يعني وجود الحكم الاجنبي كان ضروره. اي ضروره. لكن انا اقول لك انت كفريق تلعب كره قدم لازم تحط ببالك ان الحكم ممكن انه يخطئ. انت شنو رده فعلك؟ طيب كفريق يعني بو انور. نعم تفضل. اول شيء في البدايه اشكر مناصر على هذا الاطراء، وانا الامانه كنت اقول هذا الكلام ان مو خليل البلام الامانه كان عندي 11 حكم في ذاك الوقت، يمكن انا انسان محظوظ كان عندي 11 حكم، وانا كنت اقول هالعباره وانت مقمض حط اي اسم
كلهم حكام كانوا دوليين، والحمد لله كانوا في أوج يعني. حتى الاتحاد الأسيويين بعض ساعات أقول حق الاتحاد الأسيوي ما يصير أعطيكم 6-7 حكام، عندي دوري شغال. كانوا حكام مميزين للأمانة، وهذا يمكن من 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 حسن حظي. هذه نقطة. النقطة الثانية للحكم نفس اللاعب، إذا ما تهيئ الحكم بمعسكرات، بملابس، بمعدات، بدورات تدريبية، رواتب وفلوسهم. الفلوس يا أبو علي، أفضل نكسين. أفضل موسم حق الحكام بالفلوس الموسم هذا والموسم اللي طاف. ما عمره ما عمره الاتحاد الكويتي أخذ سبونسر حكام العام والسنة. عطوهم ها؟ في سبونسر الحين الحكم مالك شنو ولا ظهره؟ سبورت درس سبورت دايت ادري عطوه يعني فلوس هذا مو بلاش. لا سؤال اسلك انا عاد هذه مشكلتي بس انت كحكم معرفة. بس انت كحكم يا سبونسر حق الاتحاد لا قصدي عطاه هذه ما ادري اي لا ما إيه. أنا بس سؤال انت كحكم جبت فلوس في سبونسر عندك هذا واحد اعطيهم كنا مو معطيهم اثنين انا على النقطه اللي صار عليها الجدل انا ماني حكم لكن انا معيشتي مع اللجان ومع الحكام و الحكم المساعد احد الاخوان هنا يقول الحكام مجموعتين انا ما ادري شغله الحين شو اللي قاعد يحصل ما ادري يعني شيء موجوده المجموعتين ما ادري للامانه ما ادري ايامك ما تدري على ايامي مجموعتين بالعكس على ايامي يتفانون شو المجموعتين هذا وين المحارب هذا وين قال حاربوني لا هذا بعده انا قلت بعد 2004 بعد 2006 و7 ترى هذه ازمه ابو ابراهيم اذا يعني ايام الدواس قالوا في ناس محاربين وجو الحين الفيلي تشاو محاربين هذه مشكلة معسكر خارجي اطلعوا الحكام على ايامنا ناجي الجويني محاضر دولي يبتل لهم في المجر يعطيهم محاضرات مو بالكويت ملابس الحكام ياخذ الهاند باج من الرايه من الصافره من من الكروت من الفنايل حتى الحين جهزت الحكم الحين موجود جهزت الحكم تجهيز حتى الساعات الالكترونيه طيب. جهزتهم طيب. بس انا بتكلم عن اللغط اللي قاعد يصير بسرعه الحكم المساعد عنده اربع واجبات رئيسيه أربع واجبات رئيسية هذه حق مساعد الحكم اللي أنا اللي أذكرها الكرة أوت أو خط التماس الكورنر ضربة الجزاء يوقف التسلل أنا كحكم ما يصير أتجاهل رافع الراية الحين المساعد رافع الراية القرار في النهاية لي صحيح بس أنت أخليت بشرط أنت تجاهلت اللايمن عشان ما يكون التركيز ما يخالف لا ما يخالف بأنور عشان لا يكون التركيز وبوضح لأن الكثير قاعد حادثة واحدة هو التركيز مو على مباراة الكويت وخيطان الكل حتى أعتقد يمكن يتفق وياي الكابتن ناصر العنزي كانت في ركلة جزاء لصالح عبد الهادي خميس في نفس المباراة صحيح. وركلة جزاء صحيح على غبار بس إحنا حطينا هذه اللقطة أنا فاهم إحنا حطينا هذه لأن في خطأ يعني ما يصير تعوض بالضبط لا ما لا ابو علي ما نتكلم عن تعويض ابو علي انا اقصد ما يخالف ابو بدر بس عشان اوضح للبرنامج هذا تفضل احنا حطينا هذه اللقطه وموجود يمكن التقرير حطينا اكثر من لقطه واخطاء تحكيميه لكن هذه اللقطه هي الاخيره وهي الابرز وهناك من تكلم عليها واختلفوا بالراي فبالتالي هذا يمكن يوضحها الكابتن ناصر العنزي لكن مع ضيوفي ما راح نتكلم هذه حاله صحيحه ولا ما صحيحه اعتقد خذينا الموضوع او موضوع الهدف هذا خذا اكثر من حسبه بشكل بس على السبونسر يعني انا دازين لي ان السبونسر الحين مو مادي ما اخذ يمكن ابو بدر يقول لي معلومه ان السبونسر مختصر على الملابس والرش والمعدات شو طيب وين الفلوس سبونسر يقول على الرش هذا يقول سبونسر حكام مو مادي بس مختصر على الملابس والرش والمعدات بعذب الكلام هذا غير صحيح آه يعني معلومه انا هذا كلام يدش مخي يعني انا هذا كلام يعقل من اللي دار رشك هذا واحد خالد لا خالد الهيت ابو فهد لا 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 ابو فهد سبونسر انا للامانه بس ما انا عارف حتى السعر قول ما لا ما اقوله ما يصح لا هذه امانات لا هذه الشركه انا اعرفها واعرف هذه امانات ما اقول السعر معروف زين انت السنه اصل الحكام عندك المفروض كم حكم انتوا 11 اللي تحكمون فيفا لا اكثر فيفا اكثر من 30 حكم مع المساعدين فيفا انا اتكلم عن الممتاز 30 اي اكثر من 30 عندي انا مستعد اراهنك ان الفلوس السبونسر تغطيكم طيب ما اقول لك طيب هذه عقود ما اقول لك اخونا احمد يقول رساله للكابتن ندهيليس حتى الحكم الاجنبي اخطا باداره المباريات الموسم اللي طاف احدها ضربه جزاء دانييل ضد العربي بس اذا حكم محلي تاكلونه لا يبا احنا نقول اخونا الكويتاوي جواد عاشور يرفعون له الرايه يقول جواد عاشور طيب والله جواد عاشور والله الله يذكره بالخير بس خلينا نوضح ما حد شكك بصداره نادي الكويت انا اعتقد طول بدايه البرنامج يعني من بدايه البرنامج خلال هالشهر ونص
دائما نتكلم ان نادي الكويت واحد من افضل الفرق الموجوده، بالتالي ما حد شكك بالصداره. نتكلم عن بعض الاخطاء. اخونا مجبل الشمر يقول سؤال حق ناصر العنزي، ليش الحكام صايرين مجموعتين؟ اخونا المتصدر يقول اتمنى يخاطبهم عن عرقله هذه خميس داخل منطقه الجزاء. ما يحتاج لانه هو واضحة. يعني انا قلت واضحه إن يعني انا 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 قلت وراح اقول كرر الكلام، انا الحدث الاهم اللي هو التوضيح في القانون، ولكن التوضيح في التقديري مش مهم، ولكن ركله جزاء صحيح نادي الكويت. فيصل ابو عباس يقول بالامانه ابي من ضيوفك الكرام كل صراحه يجاوبون من الفريق الاكثر الاستفاده من اخطاء الحكام بالقسم الاول. يا ريت تقول هالسؤال. قلنا هالسؤال، لكن مثل ما قال ابو عدبي لو نرجع لجميع الجماهير وردود افعالهم كل من يتكلم ان هناك ظلم عليهم، لكن هل هناك فريق استفاد بشكل كبير ابو علي؟ لا لا، هو على الكل. احنا ما نقصد ترى على النادي، احنا نقول مستوى التحكيم مو زين، مو زين عندنا، بس هذا اللي نقوله احنا قاعد اشوى يعني مو زين مساء قال سيء يعني سيء امام لا لا زين يعني ماشي مستوى التحكيم سيء يا ابو علي. يا ابو علي الدافع على ما يخالف ابو نور، الدافع على لجنه الحكام بشراسه وهذا شيء يحسب لك، لكن اذا كانت هناك في اخطاء ومؤثره من المفترض انك تعترف انه هناك. طيب ايش قاعد اقول من اليوم بالبرنامج ومعاك في التحليل، ومن اللي يتحمل؟ من يتحمل؟ يتحمل هذه الاخطاء. طيب انت تبي، انت تبي رئيس ونائب رئيس ومدير مساعد مدير واعضاء ما في اخطاء؟ نقعد ببيتنا. انا لما اطلع في التلفزيون غير اطلع في التلفزيون، يجب ان تكون الاخطاء تنويريه تطوير، وليس القصد ضرب اللجنه او ضرب الحكام. ما حد يضرب اللجنه. لا لا ما حد يضرب. انا قلت حضرب اللجنه. انا قلت لا يعني انت تقول ولا حتى الحاكم بس يقول سيء. ابو علي ابراهيم يقول انت مدافع شرس على اللجنه، اللجنه ما تكون مصيبه في قرارها، انا مدافع شرس، ولكن اللجنه لما تخطئ خطا، بس خطاي انا ما اعلن على الملأ، لان خطا الحكام ما يضرني انا شخصيا، يضر 14 13 ناس. عشان كذي خطا ما يصير اقدر، عشان هذه النقطه ابو بدر، خطا الحكم لا يقارن باي خطا ثاني. المصارحه الداخليه والكلام بنور كرئيس لجنه ما نقدر نطلع توقيف، التوقيف ولا مشي ما يصير. ليش تعلن على اللاعبين والمدراء؟ من اللي اعلن؟ الاتحاد. لا لا لجنه الحكام ترى معزوله. ابو عذبي الحكم، الحكم نفس انا لما شهر فيه انا بعاست بعد شهر حكم مره ثانيه. شنو في المشكله؟ حتى المدير قد شهر مدير بلاعبين، هم عيال ناس وهم لا 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 ما حد بق... انا ما قلت يا ابو ادري شنو شنو عطنا عطنا شنو القصد. انا اللي عندي عقوبه الحكم عقوبه تقويميه. انا عارف هذا لما توقف الحكم تسمعني. اذا في اذا في اذا في راح اختم. بس انا ترى شوف، انا اشوف الحكام انا دافع عنهم ابراهيم، ياخذون حقوقهم، ياخذون حقوقهم فلوسهم. لا ابراهيم ابراهيم ابو ابراهيم عندك شيء ابو بدر؟ السؤال له الحين هو تكلم على موضوع هدف الكويت، نبي نتكلم على موضوع الجول القادسيه نفس يعني شنو الفرق بين الحاله هذه وهذه؟ شوف علشان انهي هذا الجدل، موضوع حاله نادي القادسيه اعطيك اياه على يعني من الاخر، وانا مسؤول عن كلامي. هدف نادي القادسيه اشيد في الحكم المساعد الثاني سعود الرشيدي، الدوري سعود الرشيدي، حاله تسلل واضحه، حار لاعب نادي القادسيه يعني تداخل مع حارس مرمى واحتك كاهب ومع ولمس حارس مرمى كاظمة، ركله الجزاء على نادي القادسيه غير صحيحه نهائيا. لكن هذا الهدف تسلل، هذا هدف تسلل هذا هو بنفس الكويت يعني. طيب إيه؟ نفس الحاله، نفس حاله الكويت عموما. نفس حاله الكويت. إيه؟ انا تسلل تسلل. إيه انا شو إيه؟ انا نقطه اخيره اتكلم عنها. ارجو من الجميع داخل يعني داخل الجسم التحكيمي او خارج الجسم التحكيمي تتكاتف الجميع، لانه اذا ارتفع مستوى التحكيم ارتفع مستوى الدوري عندنا. صحيح. احنا مشكلتنا احنا مشكلتنا كحكام كاعضاء لجان او مقيمين، مشكلتنا داخليه منه فينا اللي قاعد يطق في حكام من يعني من ناس داخل الجسم التحكيمي، ما اقول لك حكم ولا مقيم ولا عضو سابق، اللي قاعد يضرنا الان بامانه، اللي قاعد يضر التحكيم والحكام يعني ما حضرنا من برا يعني لاعبين ولا مدراء ولا جمهور، اللي قاعد يضرنا من داخل الجسم التحكيمي. يا جماعه انت مهما كان يعني يمكن تبي توخر وخر يعني ليش يحاربونهم؟ ليش تحارب؟ ليش يعني هذا فيه وهذا ما فيه؟ الاخبار المجالس امانات، مو معقول اني اقعد داخل والله انا وقفت محمد كرم اشهر محمد كرم. صحيح. تعال فلان، احنا لما نقعد في 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 كلمه اخيره ابراهيم، لما نقعد في التحليل مثلا انا الجهره والعربي يكون بلنتي حق الجهره، اروح حق مدير الفريق او رئيس النادي ترى ابراهيم الابداح شخطوا في اللجنه ترى بلنتي، هذا كلام ما يجوز. صحيح صحيح صحيح. عموما ان شاء الله وعد. لا 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 وعد. ما في وقت، ما في وقت، ما في ليش ما حطوا ساعه سكين رئيس الجهه؟ هذا الكلام حق مجلس الاداره مو حقي انا. راح اتكلم هذا اللي ابي اقول. كلمه اخيره احنا دفعنا في وجوه جديده، وعد ان شاء الله القسم الثاني، وعد هذا احنا مو متاكدين بالقسم الثاني، وعد القسم الثاني راح تشوفون ان شاء الله التحكيم
ان شاء الله بنفضل ان شاء الله. عموما احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج بين الشوطين. لا خلصنا وخذنا التجاوز يمكن اكثر من 10 دقائق. انت بدكم قريب انا اليوم ما خالف بودر. اليوم ان شاء الله عندنا حلقه ايضا يعني يوم الغد راح يكون معنا اخونا احمد الدويله رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد الكويتي لكره القدم مضاري راح يشرفنا داخل الاستديو. هذه الملاحظات جميعها وخاصه اللي مختصه بلجنه المسابقات راح يتم طرح هذه الاسئله على مضاري وان شاء الله يتحملنا ويوسع صدره ويانا. يعني كل الشكر للكبات اللي تواجدوا معاي ابو علي كل الشكر لك وايضا الشكر حق ابو بدر على سعد صدرك والله وسعد صدرك وان شاء الله راح نشوفه انا اشوفه ان شاء الله في الجميع وخصوصا اخوي وحبيب الغالب انور الله يطول لي عمرك الله يسلمك خاصه مشكور اقول كلام يغار الحين ابو انور ابو انور مشكور كابتن هليس مشكور ابو عدبي ثامر عناد مشكور. الشكر اكيد موصول لكل من تابعنا واعتذر حق التغريدات الكثيره اللي وصلتنا والمتصلين الاخوان بالكنترول يكلموني انه يعتذرون عن كثره الاتصالات لكن ان شاء الله بحلقه الغد راح نتكلم تقريبا بنفس هذه المواضيع لكن مع مسؤول من داخل الاتحاد الكويتي كرة القدم. مع السلامة. مع السلامة.